ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. النهاردة أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس السيسي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. سيادة الرئيس هتشمل كلمته رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة وموقف مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر في دعم ومكافحة الإرهاب الدولي. احنا معانا على الهاتف الدكتور سعد زونت استاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك ايه الرسائل المتوقعة ان السيد الرئيس يشير اليها في كلمته؟ في حاجات الحقيقة لازالت ممتدة يعني مستمرة وفي حاجات جديدة. بالنسبة للحاجات اللي الرئيس حقق من اول لقاء ليه في الامم المتحده اتكلم على ان مصر بتقدم للناس الخير على انها ام الدنيا، وكانت انت احنا فاكرين كان بيتكلم في موضوع قناه السويس لو احنا فاكرين الجديده، وقال ان دي هديه مصر للعالم. ايوه فعلا. واتكلم في موضوع مكافحه الارهاب، واتمنى ان العالم يصطف لمكافحه الارهاب. مظبوط. دي حاجه من الحاجات اللي هي بتستدعى مره ثانيه النهارده. الرئيس لما النهارده بيركز من ضمن النقاط اللي بيركز عليها مكافحه الارهاب، وانا بعتقد ان رؤيه مصر كانت واضحه جدا وقويه جدا في مؤتمر الرياض للارهاب لمكافحه الارهاب لو احنا فاكرين. ايوه. فقط بيؤكد على ان مصر لم تتوقف على الرغم ان هي لوحدها بتكافح الارهاب، لوحدها بتتحمل تكلفه الارهاب وهي تكلفه كبيره جدا. طبعا. او التكلفه اللي بتتحملها قواتنا المسلحه والشرطه المصريه او الشعب المصري او الحمل الكبير على اقتصادنا في الفتره ومصر تحملته بالفعل وما زالت تتحمله. نعم ولا زلنا. نعم ولا زلنا. فهو هيؤكد على هذا المعنى. ثم الجديد في العالم، لان خدي بالك ان في النهارده منطقه الشرق الاوسط هي بتمر بمرحله في منتهى الخطوره، لان أيوة. في اعاده هتافه لخريطه المنطقه. ربما ان في التوجه جديد لنظام امن اقليمي جديد في المنطقه. ربما ان في اعداء جدد بداوا يفتح ذاته وبدا يقبو الاخر. في حاجات الحقيقه واضح ان المنطقه بتتغير. حضرتك شايف كده يا فندم؟ حضرتك شايف طبعًا ان في تغير في المنطقه؟ طبعا. النهارده لما نتكلم النهارده على اللي بيحصل في المنطقه خاصه للقضيه القضيه الفلسطينيه واصرار امريكا الحقيقه بمفردها دونا حتى عن الغرب التقليدي في ان هو يجيب هذه القضيه ويطلب حلول كلها في غير صالح مش في غير صالح القضيه ولا الفلسطينيين. مغالطه تاريخيه كبيره الحقيقه احنا بيقعوا فيها النهارده. وترامب باعترافه بالقدس ثم بتشجيعه للقوانين اللي بتطلع في اسرائيل بيهوديه الدوله، ثم اعلانه من كام يوم بس ان سوف تفرض حلول ما يعرف بصفقه القرن اللي هي تقريبا بتجيب القضيه الفلسطينيه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان في تغير. حاجه الحقيقه لدعم، وانا بعتقد ان السيد الرئيس عنده من الجراه والشجاعه، يقينا عنده من الجراه والشجاعه انه يعلم في الامم المتحده ان المنطقه في خطر وخطر شديد. ويا ريت بس لغايه كده للقضيه دي، لا ده هم خلقوا لك ازمات ثانيه. ايوه. للاسف انت كان ممكن من سنه تتحل القضيه تخلص الحلول السياسيه في سوريا، امريكا بتعطلها وبترجع تاني مره ثانيه. النهارده تدخلها ربما في مناكفات عسكريه احنا كنا خلاص انتهينا منها. ايوه. المهم ان انت عندك الموضوع القطري النهارده احنا في حاجه خطيره للغايه برضه بتؤثر في المنطقه. النهارده قطر بتبعت رساله لنتنياهو وعندها استعداد انها تساعده في ان بقى في دوله فلسطينيه في غزه. ايوه بالفعل. السلطه الفلسطينيه مش موجوده، يعني في لغط كبير. ولذلك انا متصور ان الرساله الاهم للسيد الرئيس انه يعلن قدام العالم كله ان المنطقه في خطر شديد، وان امريكا سواء هيقول الكلام ده بشكل مباشر او غير مباشر
في التوجه الامريكي النهارده في منتهى الخطوره على اعاده هندسه الاوطان في المنطقه. تمام، انا بعتقد دي الرساله الاهم. اشكرك يا دكتور، ميرسي يا دكتور، الف شكر، الف شكر. نرجع من نيويورك علشان نروح ونتابع مع بعض ختام فعاليات التدريب المشترك للنجم الساطع 2018 اللي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية. الفعاليات دي بدأت من يوم 8 بمشاركة قوات من أمريكا والدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقبة. أنا حابة أن حضرتكم تشوفوا معانا التقرير ده ونشوف ختام النجم الساطع ونرجع تاني، ابقوا معنا. النجم الساطع 2018 بمشاركة 9 دول و16 دولة بصفة مراقب. النجم الساطع 2018. اختتمت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 والذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 حتى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقب. وقد تضمن التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات التي تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءا من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية في ختام الفعاليات. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنلاقي في خبر جديد شوية ان الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بتعلن انه لا تعيينات في الجهاز الحكومي، وقالت ان عندنا في مصر موظف لكل 22 مواطن. هبسطها لك، يعني ايه؟ يعني كل 22 واحد مننا في موظف قائم على تلبية طلباته وخدمته. طبعا حضراتكم بتروحوا تشوفوا المكاتب في بالعشرين وثلاثين موظف قاعدين ومفيش مواطن ولا اتنين، وبرضو المصلحة ما بتخلص. هو مش عايز المصلحة تخلص. انا عايز اقول لكم ان في ألمانيا في موظف واحد بيخدم 140 ألماني، ورغم كده المواطن الألماني سبحان الله مصالحه بتخلص. هنقول عشان التكنولوجي والتقدم، ما احنا كمان بقى عندنا حاجات كتير قوي كمبيوترايزد. لكن قالت الوزيرة برضو ان من ممكن يبقى في بعض التعاقدات مع بعض التخصصات المحدودة جدا نظرا لقلتها او ندرتها. طيب حضرتك هتسأل، امال احنا بنتعلم ليه وبناخد شهادة ليه؟ أقول لك، هو إحنا بنتعلم وبناخد شهادة علشان إن فاتك الميري اتمرمخ في ترابه؟ دي جملة لازم ننساها خلاص. الوضع ده انتهى. جهاز الدولة الإداري بمنتهى البساطة بقى عبء على ميزانية الدولة. والدولة النهاردة محتاجة اللي بيشتغل. والدولة لازم تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالشباب هيشتغل فيها. لكن لو احنا النهاردة لسه عندنا الفكر ان انا لما هشتغل لازم اروح حكومة فيبقى عندي وظيفة ثابتة فانا ضمنت كده،
أكل عيشي والأمان، الكلام ده مش موجود. الأمان في الله قبل كل شيء، والأمان في العمل، اللي بيشتغل وظيفته بتحتاجه، اللي ما بيشتغلش الوظيفة ما بتحتاجوش. احنا معانا على الهاتف الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب وأستاذ الاقتصاد. دكتورة بسنت أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. هل نفهم يا دكتورة إن فعلا مش هيبقى فيه تعيين حكومي خالص الفترة اللي جاية؟ لا خالص ده مش ممكن، ده كلام غير واقعي، لأن أيوة. بعض الأحيان ممكن تحتاج تخصصات معينة، يعني الحكومة مش كلها بتعمل بنفس الشغل، في تخصصات معينة قد نكون نحتاج لها نضطر نعين فيها، لكن بشكل عام لازم نقول للناس، بس دي حضرتك ما تجيش كده بالأمر، لازم نشتغل على الثقافة العامة للناس. احنا قعدنا نقول للناس عشرات السنين اخرجوا انتوا بس من الجامعة واحنا هنعينكوا، الاهالي اقتنعت والطلبة اقتنعت، انت النهاردة مش بتغيري قرار هعين مش هعين، لا لازم تغير فكر الناس، ولذلك الكلام ده لازم يبدأ من المدارس والجامعات والأسر نفسها، لانه فعلا في ناس مش قادرة تستوعب اللي احنا بنقوله ده، وهم معهم حق، لانك جيتي مره واحده وقلت لهم والله انتوا عددكم كتير قوي مش هقدر اخدكم مش هقدر اعينكم، ده كلام الحقيقه ما تقدريش تتعاملي مع الناس بالطريقه، انما لازم تقنعي الناس وتفهميهم وتفتحي لهم مجالات اخرى امنه، وبكرر هنا ثاني امنه. تقصدي بايه امنه يا تقصدي بايه امنه يا دكتوره؟ حقوقهم حقوقهم، مش معنى انه بيشتغل في القطاع الخاص انه ملوش حقوق، بالظبط مش معنى انه بيعمل عمل خاص انه ملوش حقوق، هو ده اللي احنا لازم نأمنه للناس ونقول لهم اطمنوا، حتى لو فتحت ورشة او محل خاص لك حقوق، لو اشتغلت في القطاع الخاص انت محمي ولك حقوق، هو بيجري ورا الحكومة ليه؟ عشان محمي بس الامان، فإذا الامان بالظبط، اذا فعلا طلعت قوانين تديله امان محدش غاوي يعني يروح يمضي وينزل بعد دقيقتين، مظبوط كلهم بيعملوا كده وتعبانين ومرضين. واعتقد حضرتك هم لو يعني بصوا للواقع بشيء من المصداقيه هيلقوا ان العدد في الحكومه اكتر بكتير جدا من اللي محتاجاه الكيان محتاجه، وان مش كل حد بيشتغل. بصي حضرتك كمان هنا عشان العدد لازم كمان نشوف طرق ان الناس اذا حبت تخرج من الحكومه تخرج وهي راضيه. خلي بالك بالكلمة دي، انا ما اقدرش اقول لناس انتوا كتير والله احنا شايفينكم كتير امشوا بقى، لا ما فيش حاجه اسمها كده. اشكرك دكتوره بسام، لازم يخرجوا راضيين. اشكر حياتك على ايضاح الصوره، الف شكر يا فندم، اهلا بيك. نروح بقى لمحافظه الجيزه، كان في حمله امنيه لازاله التعديلات في الشوارع، خاصه في شارع مستشفى الصدر، مستشفى الصدر في العمرانيه، الباع جايين هناك سدوا الطريق. الحقيقه هو برضو في شيء عجيب قوي، يعني لما احنا نيجي قدام مستشفى اللي هو طبيعي قدام بابها وارد ان تيجي عربيات اسعاف جايبه مرضى، عربيه عاديه بتوصل مريض ما يقدرش يمشي، فمش منطق ابدا ان الشارع يتم اشغاله ان محدش حتى يقدر يعدي. الحقيقة الشوارع بتاعتنا خاصة في القاهرة محتاجة بشكل مستمر مثل هذه الحملات لضبط الشارع. احنا عندنا مشكلة في عدم انضباط الشارع المصري في اتباع القوانين الخاصة بالباعة الجائلين. كمان عندنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي هينطلق إن شاء الله في 23 يناير 2019، هيتم افتتاح أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، هيبقى فيه أتوبيسات القوات المسلحة وهيئة النقل العام لنقل الناس من وإلى المعرض. حضراتكم عارفين إن أرض المعارض كان طول عمرها في مدينة نصر، بس بسبب الزحام وتطور الحياة تم نقل المعرض للتجمع الخامس، وإن شاء الله المرة دي يعملوا حساب الأمطار في المعرض. المعرض بيجي في شهر يناير
وشهر يناير الأمطار فيه كتير قوي، فأتمنى إن نعمل حساب الأمطار السنة دي. آخر أخبارنا النهاردة عن المنتج والمسرحي الكبير الأستاذ سمير خفاجة، صاحب ومؤسس فرقة الفنانين المتحدين، رحمه الله، توفى النهاردة عن عمر يناهز 88 سنة. سمير خفاجة مؤلف ومنتج ومؤسس لفرق مسرحية كبيرة له بصمة على الفن المصري. معانا على الهاتف الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد معهد الفنون المسرحية. أهلا يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. هذه الرحلة الطويلة المبدعة من سمير خفاجة كيف تراها الآن؟ والأول يعني بقية في حياة مصر كلها والعالم العربي الذي أسعده الأستاذ سمير خفاجة الراحل الكبير، الذي كما وصفتي حضرتك أنه صاحب رحلة طويلة في عالم الفن وفي عالم المزيكا. فعلا. يعني عرف الأستاذ سمير خفاجة باعتباره منتجا مسرحيا يعني متفردا لا مثيل له على الإطلاق، يعني في تضحياته وفي عشقه للمسرح وفي اهتمامه الشديد به. مسألة مهمة جدا في حياة سمير خفاجة الله يرحمه، أن هو لم يكن مجرد منتج على الإطلاق، وإنما كان يعني ذواقة كبير للمسرح، كان عارفا بكل ما في المسرح من عناصر وأدوات وأشخاص وإمكانات، ملما أيضا بالتاريخ المسرحي المصري. أنا يعني أزعم أنه يعني لم تغب عنه لحظة واحدة أو عن معرفتي لحظة واحدة خطوة من خطوات التاريخ المسرحي المصري ولا الفنانين المصري. كان معروف عنه يا فندم أنه هو بيحب شغله قوي ويتدخل في التفاصيل، هل الكلام ده حقيقي؟ ما هي مكمل لحضرتك، يعني هذا الرجل يعني اللي هو المنتج لم يكن ساعي للمال على الإطلاق، لكن يثبت التاريخ وتثبت علاقته بالفنانين أنه كان ينفق على الفنانين، أو أنه بالكلمة الصحيحة كان يغدق على الفنانين كثيرا، يعني أنه كان يدلل الفنانين من أول ما يوفر لهم الملبس الملابس الجميلة إلى المطاعم إلى 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 حتى المساكن، لأنه كان بيجيب فعلا بيوت وشقق للفنانين اللي بيحبهم وبيشتغلوا معاه، وكان كريم جدا جدا جدا. طبعا كان بيتدخل في كل التفاصيل، وكان عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وزي ما قلت كده انه كان له ذائقة عالية، ليس مجرد منتج كمنتجي هذه الايام ابدا باحث عن المال وساعي للفلوس او للشهرة على الاطلاق، وكان يكلف العمل المسرحي كثيرا، ينفق عليه كثيرا، لم يكن يهمه ابدا انه يعني يعني يكسب او يدخر، ولكن ان يخرج العمل الفني على احسن واكمل وجه. وبالتاكيد يرجع اليه الفضل في تبني فنانين كبار، يعني فنانين كبار، صداقه فنانين كبار زي الاستاذ فؤاد المهندس، الاستاذ عبد المنعم مدبولي، الشاعر بهجة قمر، كل هؤلاء والمخرجين الكبار ايضا والفنانين الكبار، يعني عادل امام، سعيد صالح رحمه الله، احمد زكي، والفنانين الكبار هادي الجزار، كل يونس شلبي، طبعا كل دول هؤلاء ابناء سمير خفاجي الشرعيين الحقيقيين. سمير خفاجي هو الذي صنع كل هؤلاء يعني بعلمه وبذائقته الفنيه العاليه وبكرمه الشديد ايضا. الله يرحمه يا فندم. اشكرك دكتور اسامه. احنا كان معانا مداخله دلوقتي الاستاذ مفيد فوزي، بس الخط قطع، فارجو من الاعداد بس لو تكرموا نحاول نوصل له مره تانية حتى لو في الفقره. احنا وصلنا كده لاخر اخبارنا، هنطلع فاصل ونرجع مره تانية، ابقوا معنا. الأطفال هم أمل أي أمة، حاضر اليوم مستقبل الغد، نهضة الأوطان وثرواتها. لكن في الفترة الأخيرة لقى عدد كبير من الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، والمتهم الرئيسي فيها دائما إهمال الآباء والأمهات. فعلا
لما الأب والأم ما ياخدوش بالهم من أولادهم يبقى بكده بيختالوا براءتهم في المقام الأول، وممكن يكونوا سبب في إنهاء حياتهم في المقام الثاني، وينتهي الإهمال بمأساة كارثية. النوعية دي من الجرائم زادت الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال. عشان كده السيدة النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب تقدمت مشروع قانون لمعاقبة إهمال الوالدين لأطفالهم بالسجن 10 سنوات. هنناقش القانون ده مع ضيوفنا الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب مقدمة مشروع قانون. أهلا بك يا فندم. والدكتور أحمد مهران المحامي رئيس المركز المصري للدراسات القانونية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا من قبل الحلقة وحضراتكم وأنا بدأنا النقاش. تمام. فأنا هدخل في الموضوع على طول. حضرتك يا ست النائبة قلتي إن القانون موجود، القانون ليس مستحدث، ولكن العقوبة اللي موجودة فيه غير كافية للردع. كلامي سليم ولا أنا غلطانة؟ دي حقيقة. فحضرتك شايفة إيه؟ قانون اللي حضرتك عارضة إيه؟ بصي حضرتك، القانون قانون الطفل المصري اتعمل سنة 96، رقم 12 لسنة 96، وتعدل بقانون 126 سنة 2008. القانون ده كان معمول لتجريم إهمال الأسرة، يعني فعلا في قانون لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم أو ما يشكل أي حاجة تؤدي إلى وفاة الطفل أو إصابته في أي حياتك. هنا عن جهل ولا عن تعمد؟ جهل أو تعمد يحكم فيها اللي هيحكم عليهم. يعني أنا ما أقدرش يعني أقول أبعاد كل حالة للي بجهل أو بتعمد. لا طبعا، كل حاجة اللي هيحكم فيها بتبقى ليها رنج. يعني هو قانون ده متوضع حتى العقوبة ما بين 6 شهور لثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ في بعض حالات، يعني هو القاضي اللي بيشوف. تاني حاجة ده لما الطفل يحصل له إيه؟ لما الطفل يحصل له أي يعني أي إهمال يؤدي إلى إهمال وفاته. يعني قصدي أنا وفاته، يعني حضرتك إحنا بنتكلم في حالة لا قدر الله وفاة الطفل، إن الطفل توفى، فهي العقوبة بعد وفاة الطفل من 3 سنين؟ لا مش بس كده، 3 سنين في بعض الحالات بيتم مراعاة وضع الأسرة، فبيتم عمل محضر إداري وكفاية علينا إنه ابنهم مات هم فقدوه. أنا طبعا يعني مع الإحساس ده، وإحساس رهيب يا رب ما حد يجربه طبعا. لكن الفكرة أو اللي بيقولوا إن القانون كده كتير أو العقوبة كتير، إن أنا بطالب بعشر سنوات دلوقتي، لو أب قتل ابنه هل الأسرة هتستقيم وتستمر بهذا الوضع؟ هل الزوجة هتقبل تعيش مع هذا الأب اللي قتل ابنها حتى لو هو يعني خليها أنه مش متعمد قوي؟ الأولاد هتقدر تبقى أسرة يعني صالحة أو أسرة عادية وطبيعة؟ أحمد الكلام ده بقى حياتك معترض عليه في إيه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. حياتك معترض على إيه بقى؟ يعني الراجل يبقى قتل ابنه ويعيش كده في وسط بقية العيال عادي؟ يعني هو عنده 3 أولاد مثلا تسبب في الوفاة فقتل ولد منهم. نعم. الأولاد الباقيين بقى يعيشوا مع باباهم اللي قتل أخوهم ده عادي من غير ما ياخد أي عقوبة؟ تمام. يعني ده اللي احنا بنعلمه للأولاد، اقتلوا عادي وخير إن شاء الله؟ تمام. طيب خلينا الأول نشكر سيادة النائبة على مجهودها طبعاً الكبير في إنها تفكر في صياغة هذا القانون. بس خلينا قبل ما نتكلم عن وضع الأب إيه أو الأم داخل الأسرة وحياته الاجتماعية شكلها إيه بعد ما تسبب في وفاة عضو من أعضاء الأسرة، ابن من الأبناء. حياتك تعني تسبب، ما أنا دي برضو في نقطة. أيوة. يعني ممكن يكون لا قدر الله يعني بيهشتك ابنه زي ما احنا عندنا في مصر كده، كل ما واحد يمسك عيل يرميه فوق يروح لمين من البلكونة مات مثلا. وفي واحد بيقتل ابنه لأنه عنف عليه في الضرب لما الولد مات. تمام. ده احنا فهل الاثنين زي حضرتك كده فتحت الباب. لا، هو الإجابة على السؤال ده ما تبقاش عندي، لان الاجابه على السؤال ده انا عارفه كويس جدا. اتفضل. لان الموضوع مرتبط بالفهم الحقيقي للسياسه التشريعيه والفلسفه اللي كان بيسعى الى تحقيقها المشرع المصري وهو بيعمل القانون 12 لسنه 98. المشرع المصري لم يكن غافلا عن هذه الامثله. كان عارف كويس قوي الفرق بين الاهمال والتعمد. تمام. والفرق بين الحبس والسجن. لما يبقى العقوبه الحبس، لأن المشرع بينزل بمصاف هذه الجناية من مصاف الجنايات للجنح ويعتبرها جريمة من الجرائم البسيطة، لأنه ما فيش تعمد في أن الأب يقتل ابنه. هو إيه الفرق بين الحبس والسجن يا فندم؟
الحبس في الجنح والسجن في الجنان. بس في الحالتين بيتحبس، يعني في السجن برضه محبوس. لا لا، ده الفرق كبير جدا. اتفضل. ده الفرق كبير جدا، وفي مؤلفات من الكتب. أيوه. عشان نقول الفرق بين الجنايه والجنحه، وان الجنحه حبس عقوبتها الحبس، وده بيتحط في السجون العموميه. والجنايات بتبقى في اللومانات. وما ينفعش نخلط بين نوعيه الحبس، بين المتهم والمحبوس في جنحه. أيوه. والمتهم والمسجون في جنايه. والا يبقى في اضرار. طيب أيوه. خلينا نتكلم تاني ونوضح ان الامثله مختلفه جدا بين الاهمال وبين حاجه اسمها اسباب الاباحه. التربيه واللي منها الضرب، وهو احد صور التربيه، يدخل ضمن ما يعرف في القانون المصري باسباب الاباحه، واللي بتدي الاب الحق في التاديب فيضرب ابنه للتاديب. لكن الضرب شكله ايه؟ صور الضرب ده. أيوة. درجته وجسامته. اذا الضرب ده كان الضرب وفقا للمجرى العادي للامور، للمجرى التأديب وفقا لآليات المجتمع وظروفه ومعتقداته، اللي هو ضرب ابنه الضرب البسيط للتأديب، لا يعاقب. انما اذا كان الامر يصل الى انه يعمله في العالم مستديمه. لا، لو طلب تليفون بياخده يعني في العالم. لا انا والله مش هقول علاقه، مش هقول انا مش بس اكمل طب الجمله كده. حاضر، هقول لحضرتك وارجع لستك تاني. انا مش هتكلم على المجتمع الغربي المختلف عن مجتمعنا، لا انا هتكلم ان كل طبعا انا مش هتكلم بك. انا بتكلم ان كل الدراسات النفسيه في العالم كله اثبتت ان ممكن نصل لنفس النتيجه مع الاطفال بدون ضرب. طيب انا مع احترامي لكل الدراسات النفسيه اللي حضرتك بتتكلمي عنها، انا عندي دراسات تانية بالنسبه لي اولى واهم. اتفضل. انا عندي دراسات شرعيه وتشريعيه بتتعامل مع هذه النوعيه من الاحوال او الظروف. أيوة. احنا عندنا حديث شريف بيتكلم عن تربية الأبناء وتعويدهم على علموها في سبع واضربوهم لعشر. ده ما أقدرش أقول إن الدراسات النفسية بتخالف حديث النبي أو حديث النبي بيخالف، لا، حديث النبي بالنسبة لي أصدق. وبناء عليه فكرة الضرب زي ما الضرب للزوجة، فهجرهن في المضاجع وبضربهن، وقصود بالضرب كان الضرب بالسواك اللي هو دلاله على الغضب والزعل. هو حضرتك اللي بيضربوا ولادهم ولا ستاتهم بيضربوا بالسواك؟ لا، ما هو ده اللي احنا بنتكلم يعني فيه. هي اللي بتروح القصر العيني متخرشمه دي ضرب بالسواك؟ مش هقدر عليكم انتوا الاثنين يا دكتور. خلوني بس عشان اقدر ارد عليكم. انما الضرب المجرم هو اللي تجاوز حدود الاباحه. مظبوط. الراجل اللي ادى الى عاهه مستديمه لابنه، او اللي اثر فيه جسديا بنوع من انواع العجز، ده هنا خرج من دايرة المباح وقع في دايرة المحظور. مظبوط كده. ما بقاش هنا إهمال، وإنما هنا بقى تعمد إيذاء. حتى الإهمال درجات. في الإهمال البسيط، الأم اللي سابت ابنها جنب منها والتفتت تغير لأخوه فحط رجله على الكرسي وطلع نط من الشباك، ده نوع من الإهمال، لكنه مش الإهمال الذي يرقى إلى درجة الجسامة اللي يستوجب مسؤوليتها الجنائيه. مصبوع. ابنها يموت والدكتوره تحبسها 10 سنين. لا لا، انا ما قلتش كده يا دكتور احمد. لا 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 دكتور. لا لا نرجع للدكتور. سيبني بقى اتكلم. اتفضل. لا طبعا، هي الاهمال ليه درجات زي ما قال الدكتور احمد، والاهمال بدرجاته ليه عقوبات، واكيد المشرع حاطط العقوبات دي، واكيد القاضي اللي بيحكم بيبقى عارف ده اهمال متعمد ولا غير متعمد. الاهمال ده المشرع المصري في القانون قال ان هنعمل محضر اداري ويتحفظ المحضر، ومش هنحبس لا الاب ولا الام نظرا للرحمة لمشاعرهم، لان هم دول ابنهم مات. أيوة. نحبس الاب والام؟ وهل معقول ان كل الاهمال زي بعضه؟ يعني انا لو مثلا زي حادثة المينيا، الام اللي خدت ثلاث ولاد وغرقتهم علشان عند في طليقها، ده مش اهمال؟ لا ده مش اهمال، ده تعمد. تعمد. مسؤولية هنا جنائية، وما تبقاش جنحة، وتبقى يعني يبقى السجن جناية. المشدد دي جناية. وما تبقاش اعدام. أيوة. برضه لا، ما الناس بتقول ليه مش اعدام؟ لا، اعدام لو قتلته وقصده. لا لا، ولا حتى انا بقول لك انا لو بايدي، لكن انا اعرف ان قانون العقوبات ما يوصلش يعني للاعدام. يعني معلش حضرتك، يعني ولا حتى لو وغرقتهم الثلاثه مش هيتعدم؟ مش هتتعدم. لا، ما فيش قانون يعدم. قانون غرقت عيالها الثلاثه. ايوه، اصل عقوبه الاعدام دي ليها شروط. لا لا، وليها قاعده شرعيه. لا يعدم الاصل بالفرع. عشان الفرع. يعني اللي يقتل ابنه ما يتحاسبش. لكن هتاخد سجن مشدد وتاخد سجن مؤبد كمان، بس ما تتقتلش. ما توصلش. انا ما طلبتش اعدام، انا بقول نغلظ العقوبه علشان حفاظا على الاطفال. الاهالي دلوقتي او الاباء، يعني لو بصينا لحكايه المخدرات وان الاب ممكن بيتعاطى بيعتدي على بنته. الاب بيقتل ابنه او بنته، هل ده حاجه طبيعيه عندنا في مصر ولا دي حاجه دخيله علينا؟ دخيلة دي طبعا. حاجه دخيله علينا.
السنة والقرآن ما نزل أو التشريع اللي نزله ربنا، ما قالش إن اللي هيحصل بعد كده إيه، فكان التشريع برضو في وقتها يتناسب مع إن فعلا الأب ما يقدرش عشان قتل ابنه. وأنا معاك يا دكتورة، بس لك حاجة، التشريع الإسلامي والقرآن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. أنا بقول لك، أنا ما قلتش إن أنا هخرج، إن ده كان في وقت معين ثم تغير على فكرة إن الأصل ما يتدرج بالفرع. هل لو كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام الآباء بيقتلوا ولادهم، يعني وقت البنت كان حاجه مش ما حدش، ولما جه الاسلام حرمها. أيوه. طيب لو هم بيقتلوا ولادهم زي ما احنا عايشين دلوقتي، بس لا يمكن ان في جنة او اي وقت كان ممكن يتخيل الرسول عليه الصلاه والسلام ان ممكن اب يقتل ابنه، لان دي حاجه ما فيش اي شرع ولا دين ولا اي تخيل ولا حتى حياه نعيشها ان ممكن الواحد يضرب ابنه لحد ما يموته. لازم يكون هذا الاب وهذه الام غير طبيعيين، لا او في الوقت ده اما واخدين حاجه، اما تحت ضغوط نفسيه او زي ما بيقولوا ضغوط نفسيه عاليه جدا، يعني او كره للاب او كره للام فبتنتقل. ده برضو يا دكتوره هنسيب دايره الاهمال. هقول لحضرتك حضرتك ده دايره، سيبني يا دكتور احمد، التعمد وده ما لوش علاقه بقانون الطفل، مش تعمد، ده يروح لقانون العقوبات. حضرتك دكتور هيك، دكتوره القانون بتاع حضرتك فاصل ما بين فصل بين الاهمال والتعمد؟ ايوه طبعا لازم يفصل، لان القاضي اللي هيحكم مش انا. حضرتك هتحطي، انا بقول التشريع نحاول نجرم، لا مش نجرم الاهمال بس، هم كانوا بيجرموه، لا خلي ليه عقوبه وغلظ العقوبه علشان ما يبقاش حاسس ان يعني انا لو قتلته ده ابني وانا اعمل فيه اللي انا عايزه. طب ما يمكن يا دكتور احمد دوت يجعل الناس، تعال ناخدها من وجهه نظر ثانيه، ما هو يمكن ده برضو هاجه على الاباء والامهات يرتدعوا شويه، يرتدعوا شويه، يعني لو لقت جارتها مثلا، حضرتك عارف احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الطبقات البسيطه، ان بيجوا بيغسلوا بحاجه اسمها بطاس، سبويه ياخدوا سبول الولاد، الاولاد عيني يعني في كل شبه اللبن اصلا، في القرى دائما ابدا حضرتك تسمع انه هي بتغسل، هو يا حرام شرب البطاس. كويس، القصه دي بقى لها سنين وما زلنا نسمعها. ليه؟ لان يمكن هي ما شافتش جارتها اتعاقبت لما ابنها حصل له كده فبدات تخاف. يعني حضرتك شايفه ان هي ارتكبت نفس الخطا عشان جارتها ما اتحاسبتش؟ لان حضرتك لان هي مش خايفه على ابنها. لا يا فندم، لان ابنها بالنسبه لها مش بالاهميه اللي ممكن تكون بنفس درجه الجهل من العقاب. لان الجهل بيعيق الرؤيه المستقبليه للاخطار، فعاده لما حضرتك بيكون حد جاهل وما عندهوش قدرة على استيعاب الواقع لازم تحط له حاجة تخوفه، فلما بتحط حاجة رادعة مع الجهل اللي موجود ممكن يساعد. من أمل العقاب أساء الأدب، دي حاجة. هقول لحضرتك، خلينا نرد طيب ثانية يا دكتور، هقول لك على حاجة فضل. يعني في وقعة أنا عصرتها فعلا، وطبعا أنا مش عايزة أقول لك إن ميها كنا منهارين عشانها قد إيه. هل يعقل إن أم تطلع تنشر في الدور العاشر حط ابنها على كتفها وبتنشر؟ الطفل نزل واحنا واقفين، يعني كنت تحت ونزل، وفي ساعتها اقدر انا اقول عقبها؟ مش ممكن ولا اي عقل. كفايه اللي هي شافته، كفايه ما تشوف منظره وهو بينزل. تمام. بس ده معناه ايه؟ انها فعلا مهمله ولا مش مهمله يا فندم؟ يعني الام اللي تنشر بطفل على كتفها ما فكرتش حتى تحطه على الارض، بلاش انها تحطه في السرير لا يقع، تحطه على الارض وتكمل مهمتها. الامهات بيتصرفوا بدون وعي. انا لسه ما سالتكش، الدكتوره سالتني على السؤال. احنا معانا دلوقتي على التليفون الاستاذه الدكتوره أمنة نصير، استاذ العقيده والفلسفه وعضو مجلس النواب. اهلا يا دكتوره. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ وحشتينا جميعا. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا عايزه اخد راي حضرتك، ايه راي حضرتك في تغليظ العقوبه على اهمال الاباء في حق الاولاد؟ يعني حضرتك العقوبه الحاليه هي ممكن تكون 3 سنوات وكمان لا تنفذ، ولكن حضرتك الأستاذة النائبة متقدمة بمشروع إن لابد من تغليظ هذه العقوبة إلى أن تصل 10 سنوات، رأي حضرتك إيه؟ شوفي يا ست، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايزة أقول لك إن فعلا طرأ علينا في الآونة الأخيرة على الأسرة الرجل والمرأة والمرأة أكثر في هذه الرعاية الحكيمة. لابد للأم أن تكون أم حكيمة تزن الأمور. هي بتنشر غسيل، انشري يا ستي، هاتي جنبك شلت، هاتي جنبك بطانية، هاتي جنبك حتة سجاد وحط البيبي عليها وانشري، وخلي هذا الطفل
في حمايه او في سيف سايد زي ما بنقول. ايوه فهمت. انما في حاله من لا مبالاه، ده على فكره بقت نقمه في معظم او كثير من الشعب المصري سيدات ورجال، في حاله من اللامبالاه اهمال، ما عندناش الاحتمالات ان انا لا طب انا لو رحت الولد ده على ايدي ده هيتدلق مني من البلكونه. انا هقول لحضرتك موقف شفته بنفسي، كنا ماشيين في شارع السراج راجع على بيتي، ايوه بصيت لقيت طفله بتاعتي يمكن 5 سنين وما شاء الله شعرها طويل ومطلعه راسها من الازاز، انا كتبت فيها مقاله يومها في الاهرام. ايوه دكتور. وشعرها عمال الهوى يشد يشد، فقلت لها كم انت ام حمقاء. طبعا. ودي لو يعني لو رجعت للاهرام من سنتين هتلاقوا هذه المقاله. يعني حياتك مع تغليظ العقوبه يا دكتوره؟ ايوه انا مع طبعا. ومع التوعيه برضه. ومع ايه يا فندم؟ يبقى في توعيه. في توعيه. انا عايز في بعد ثقافي وبعد انساني وبعد ارشادي. هل احنا اهملنا المجتمع وتركناه كده يا رب نفسه بنفسه وبالتالي نرى هذه الافرازات السلبيه؟ برضه المساله لابد ان احنا كلنا نحاسب انفسنا. ايوه فندم. وانا اول واحده كاستاذه جامعيه بحاسب نفسي، لماذا انا الطالبات اللي قدامي دول ما ادلهمش كل محاضرة ادخلها 10 دقايق قبل المادة العلمية؟ مظبوط. في الاتيتيود، في السلوك، كيف تكون انسانة، كيف تكون. هو انا بس انا اعتقد، وطبعا حضرتك صلحيلي وضيوفي لو انا غلطانة، ان معظم هذه الجرائم بتيجي من اللي لم يحظوا بقسط كافي من التعليم، يعني غالبا بيبقى معاها جهل، لكن اللي بيوصلوا الجامعة دول اعتقد بيبقوا برضو عندهم شيء من الوعي وادراك الخطورة، ولا حياتك رأيك ايه؟ انا معاكي تماما، لكن عند التطبيق في مفادات الحياة تجد فيهم هذه الرعونة في كثير من الاحيان. يعني مثلا جاي لحضرتك كأستاذة شفت المنظر ان تيجي بنت مثلا مقعدها في الصف الثالث فتروح طالعه كده الصف الطابور البنشات نمره 1 و2 وتقفز بجزمتها حالها على وش اخواتها وزميلاتها وتروح طالعه على مقعدها هناك. انا المنظر ده مر على لطفي طالبه مهما اقول لك انا عملت فيها ايه. ايوه فعلا ده بيحصل. اشكرك يا دكتوره امنه، شرفتينا يا دكتوره امنه. اتفضل. بصي مهم قوي فين موقف مجلس الامومه والطفوله؟ قبل ما تدوري على الناس الجاهلين، هو دول اللي يقدر يوصل للجهله ويوصل للاماكن العشوائيه، وهو ده اللي يقدر يوجه. احنا نقدر نوعي في المدارس، واعتقد ان احنا زمان كانوا بيوعونا كويس قوي، كان في نوع من التربيه، كان في نوع من التوجيه، وفي نوع بيبص على ان البنت. حضرتك شايفه ان في تقصير مجلس الامومه؟ لا هو يبتدي يشتغل بقى، يبتدي لان في اوضاع جديده دخلت علينا، يمكن ده ما كانش موجود. انا شايفه ان حضرتك عايز تقول حاجه. اتفضل. عايز اقول حاجات كتير. ايوه انا انا عايز اقول حاجات كتير طبعا. اتفضل يا دكتور احنا معاك. اتفضل. اولها ان اطلب من دكتوره ايناس انها تديني فرصه كامله. خلينا نوجز الموضوع ونوضح، لان في امور جدا تايهه ومختلطه على البعض، لكن لازم توضح بشكل قانوني وعلمي عشان الناس تعرف احنا جايين نتكلم فين. اتفضل. فكره التمييز، لان المشرع المصري للاسف عندنا قصد جنبه الصواب وهو بيطالب بهذه التعديلات. أيوة. لانه ما قدرش يحط مفهوم واضح للاهمال المقصود، لان كلمه الاهمال كلمه فضفاضه واسعه. تركوا لتقدير القاضي. حتى ده، حتى السلطه التقديريه للقاضي لها حدود، والسلطه التقديريه مرتبطه بما ابتغاه المشرع وفقا للسياسه التشريعيه لوضع القانون. لازم يحدد الدكتوره وهي بتتكلم، حتى الامثله بتؤكد ان الاهمال المعاقب عليه او اللي هي بتطلب تغليظ العقوبه عليه هو الاهمال الجسيم اللي بيرقى الى درجه العمد نتيجه الرعونه ونتيجه الجهل اللي حضرتك اتكلمتي عنه. انما الاهمال في صورته الواسعه الفضفاضه اللي لا يدل عن تعمد، زي الام اللي ممكن تكون ارتكبت خطا وهي شايله ابنها على كتفها، الست دي مش محتاجه تتعاقب، دي محتاجة علاج نفسي نتيجة الصرع النفسي والحالة النفسية طبعاً اللي تعرضت إليها وهي شايفة ابنها بينزل من العاشر لحد الأرضي. دي دخلت في ظروف صحية ونفسية تحتاج علاج، تحتاج علاج نفسي عشان تقدر ترجع تاني للحياة. ربما يكون عندها أولاد تانيين كمان في سن. نعم. صغير لن يتحملوا برضو غياب الأم. يبقى المشرع المصري، ما حدش قال إن دي تتعاقب. المشرع المصري لما يجي يتكلم، طب ما كده انتوا متفقين يا فندم، يعني انا شايف ان مفيش اختلاف. ليه؟ هقول لحضرتك. لا في اختلاف. لا 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 في اختلاف. المشرع المصري، المشرع المصري
كان فاطن لهذه المسألة لما وضع القانون وحط العقوبة بين حدين وصل للحد الأقصى منها واعتبرها جنحة والسجن الحبس لثلاث سنوات. اتفاقية الأمم المتحدة والميثاق الخاص بحقوق الطفل اتكلم عن الكلام ده واتكلم عن صور مختلفة للإهمال. ما احنا بقى لو اتكلمنا عن الإهمال وقلنا الإهمال معاقب، طب وإيه رأيك في الإهمال العاطفي؟ ما هو إهمال إنك ما علمتيش ابنك وزرعتي جواه الحب وانشغلتي عنه بالشغل والجامعة والدراسة. يعني ده كلام ده كلام علمي يعني انما يعني الكلام ده كلام اللي نقدر نقول ان هو تشبيهي اكتر منه، ما فيش حاجة ملموسة نقدر يعني احنا بنعاقب على الشيء المادي. طبعا يعني حضرتك احنا كده متفقين. ايه بقى المادي. متفقين في ايه؟ ان الفرق بين الركن المادي والركن المعنوي في ارتكاب الجرائم. مصبوط. الركن المادي او الجرائم العمدية اللي بتتكون من ركنين، ركن مادي وركن معنوي، والركن المادي هو ارتكاب السلوك والركن المعنوي هو نية احداث النتيجة. الست بقى اللي اهملت هنا لم ترتكب الركن المادي في الجريمة لانها ما ارتكبتش سلوك خطأ وانما كان نتيجة سلوك سلبي مش سلوك ايجابي، لانها ما كانش قصدها تقتل ابنها او تضره، وكمان لم يتوافر الركن المعنوي لانها ما كانش عندها نية الاضرار ولا الايذاء بابنها، اللي حصل ده كان غصب عنها. ننسى حضرتك القانون ده ودينا فكرة. ايوه يعني لو الفكره موجوده الدكتوره دي غير مقبوله عند حضرتك، حضرتك ادينا فكره عشان نرضع هذا الكم من الاهمال اللي بيحصل. تمام. والاولاد اللي عماله تموت كل يوم. البرلمانات كل البرلمانات المدركه لحقيقه مجتمعاتها في النظم الديمقراطيه في العالم كله قبل ما بتحط قوانين تجرم سلوكيات بتعلم الناس الفرق بين الصح والغلط. عندنا مجالس يعني قومية. ده كلام جميل بس عشان يعني ده هياخد وقت. ياخد وقت في ايه؟ يعني حياتك النهاردة في الوصول للناس دي كلها. يعني حياتك النهاردة عشان نتكلم برضو بكلام واقعي. انا يعني انا أستاذ تسويق وتغيير رأي عام، فانا عشان اغير رأي عام لمجتمع واغير بريسبشن لناس والامهات انا محتاجة من 10 لـ15 سنة يمكن اكتر عشان الجيل ده يبدأ يستوعب. لا طب في ال 10-15 سنة ده عشان اقدر اخلص العقوبة عشان الجهلة يخافوا. مش تغليظ العقوبة اللي هيخلي الناس تبطل ترتكب جرائم، ما احنا عندنا عقوبة اعدام لتجارة المخدرات، الناس ما بطلتش يرتكب المخدرات. البركة في اللي بيطلعوهم براءة. لا هنطلعهم براءة لو كان في مخالفات في الاجراءات القانونية لازم نطلعهم براءة. عشان كده بتبقى في مخالفات وكلهم بيطلعوا. لكن خلينا نكمل الجزء ده. ايوه ايه المشكلة ان انا استخدم 15 سنة في التربية؟ اسمح لي لا بعد اذنك انا مش هقدر برضه بعد اذنك. اللي بيخش في المخدرات عنده مكسب مالي معين بيخليه يمشي في الخطأ. فهنا المقارنة غير سوية. مش اللي بيعمل حاجة مخالفة للقانون سواء غير سوية يعني غير متساوية. قصدك فيها قياس مع الفرق. بالظبط. لكن حضرتك غير متساوية. لكن حضرتك النهاردة لما تيجي تقولي ان تغليظ العقوبة مش هيعالج شيء من عدم الوعي او بعض الجهل عند الامهات. الوعي العقوبات ما بتخلقش وعي. عمر ما كانت العقوبات بتخلق وعي. انما لما الدولة بدأت تعمل حملات للتوعية ضد اضرار المخدرات وجابت محمد صلاح مثلا وعملت بيه توعية الناس بدأت تفهم. الدولة قبل ما تبدأ والمجلس والبرلمان قبل ما يبدأ في تشديد عقوبات كان عليه من باب اولى انه يبدأ في توعية الناس. دور الاعلام والمجالس القومية والمجالس الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في انه يبدأ يقول للناس ازاي تربي ولادك. حضرتك اشرت للدول اللي في العالم كله واشرت للقوانين الدولية. هم بيعملوا توعية. حضرتك قولي يا ترى القوانين الدولية اللي بتقتل ابنها من الاهمال العقوبة عليها ايه؟ احنا عندنا في القانون المصري وفي قانون العقوبات المصري اللي بتقتل ابنها بتتحاكم زيها زي اللي قتلت اي واحد في الشارع. احنا ما عندناش فرق في ده. لانها زي ما قلنا ما هو ده اللبس يا جماعه، ده اللبس، ده الجريمه العمديه وده الجريمه الغير عمديه اللي ناتجه عن اهمال غير مقصود بيه الاضرار. حضرتك في دول العالم الاهمال الغير مش مقصود إهمال. من الام لا مش ادى الى الوفاه. اهمال أيوة. غير وفاه قوي لو اساءت العقوبه بتاعته بره مصر. تمام هنفترض خلينا جوه مصر وهقول لكم ان ده بيحصل جوه بره مصر لان ده موجود. المشرع المصري هو الابن الروحي للمشرع الفرنسي. ده موجود في فرنسا. في فرنسا نفس النص القانوني كده بالظبط اللي هو ايه فانت اللي هو ان العقوق انها جنحه اذا ترتب على الوفاء على الاهمال وفاة الطفل سواء كان من الاب او الام هي جنحه عقوبتها الحبس. والمشرع المصري خلاها ما بين حدين من يوم او من 3 شهور بحد ادنى الى 3 سنين مع ان المشرع المصري سبق المشرع الفرنسي. أيوة. وفقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وتعامل مع الموضوع بروح القانون. إذا كانت ظروف الملابسات الواقعة
سن المتهم، حالته الصحية، صحيفة سوابقه. لما تبقى أم وتسببت بإهمال غير مقصود في وفاة ابنها، أيوة. دي مش ممكن أبدا أطبق عليها الحد الأقصى وعقبة على إنها حضرتك طلبت تغليظ العقوبة يا دكتورة على 10 سنين. مش تغليظ العقوبة، مش الإهمال بقى، مش إهمال. هو اللي القانون بيقول الإهمال. دكتور أحمد لو سمحت، أنت بتتكلم على بره. هو بره لو أم ضربت ابنها وطلب في التليفون بيحصل إيه؟ الام خدت حبس 3 شهور والابن بيتاخد يتربى في مكان اخر. ما احنا ما عندناش مكان اخر يربي. عشان كده انا ما لقيتش حل. انا فكرت هل لو عندنا دور ايتام تربي الاطفال اللي بتتعذب من الاباء والامهات ممكن ناخدها؟ للاسف دور الايتام عندنا عايزه اصلاح. ما هو ده اللي بيعمله الطفل، ما عندوش حاجه يلجا اليها. فاحنا ما كناش نحميه، يبقى احنا بنتفرج على اللي بيحصل. انا لا اقصد ان الام اللي خدت بنتها في ايدها ما سوعت منها وهي ماشيه كل ده، ايوه ده اهمال. القاضي نفسه يشوف العقوبه الغير متعمده، لكن انا بتكلم على ظاهره ان احنا باصين على ان الولد ملكي ونعمل فيه اللي انا عايزاه. لا مفيش الكلام ده، مش قانون. لا ده اغلبيه اللو ايدوكيشن او الناس الجعله بيتعاملوا مع الاطفال كده، بدليل ان بيخلفوا كتير عشان يصرفوا عليهم، عشان هما اللي يشتغلوا. بشغل الطفل عن 3 سنين، ده لازم يبقى عندنا قانون يعاقب. عندنا قانون هل طبق؟ هل جينا الاطفال اللي بتشتغل في الميكانيكيه والمصانع والمصانع وفي قانون تحريم تشغيل الاطفال؟ هل تم تطبيقه؟ بالعكس الاباء والامهات عمالين يخلفهم ويدخلونا في مشاكل عشان يستغلوا الاطفال في العمل يصرفوا عليهم، وضع غير طبيعي. هل ده طبيعي؟ ده مش إهمال. الأب... لا انا ما اتكلمش في الإهمال يا دكتور احمد. انا بقول لك ابشر الامثله البسيطه. مش كنا بنتكلم عن السلطه التقديريه للقاضي؟ ما هو السلطه، ما هو القاضي قاعد على المنصه فيها. ويلاقي ان الطفل ده اللي امه تسببت باهمال منها فانه يتعرض لعاهه مستديمه، أيوة. او لمرض او لخطر مش هيقدر يحمسها. هيبقى قدامه خيارين، يحبس الام دي ويحط الطفل ده احد دور الرعايه الاجتماعيه اللي تولى تربيته، فده هيتبهدل اكتر. ايوه لا ومش لا ومش هنحرمه من الام. استني بس يا دكتوره، ده انا اديله عقوبه، اديها عقوبه مع ايقاف التنفيذ وخليها تراي. وده في حد ذاته يا دكتوره بعد اذنك، ده في حد ذاته صوره من صور التوعيه، ايوه، والردع ان انا هوقف تنفيذ العقوبه عليكي. وتنفيذ العقوبه دايما بيبقى محدد بمده زمنيه. طيب يا دكتور، يبقى احنا ما اختلفناش يا دكتور. انا بغلص علشان بعد اذن مش هحبسها عشان انا مش ده القانون الحالي يا فندم. اه حلو قوي. طب القانون الحالي ده ليه مع احنا ما عندناش مشكله في القوانين؟ لا بعد مش محتاجين قانون. انا فاهمه يا فندم، قصدي حياتك دلوقتي اللي حياتك استعرضته لنا دلوقتي هو القانون الحالي. نعم. طيب لو كان القانون ده اللي حضرتك قلته ده يعتبر رادع للاباء، نعم. والامهات عن الاهمال، كناش وصلنا لماذا بيحدث ما نراه الان اكتر؟ ده كلام زي الفل. اولا عشان نتكلم عن فكره اصدار قانون، مع احترامي للمشرع المصري وما يخرجه من افتكاسات، فكره اصدار قانون بترتبط دايما بالظواهر الاجتماعيه. القانون ظاهره، احنا لم نصل الى درجه الظاهره الاجتماعيه. احنا لازم اللي كل خلي. مره نستنى أيوة لما تحصل القانون ظاهره. ما الظاهره دي بقى القانون ظاهره. أيوة. يا دكتوره، مش عشان واحد قتل ابوه ولا زي اللي حضرتك اتكلمت عنه في الانترو قتل جدته نقوم نعمل قانون جديد نقول اللي قتل جدته ياخد اعدام. لا طبعا، احنا عندنا قوانين، احنا عندنا حنفيه مصور قوانين مصريه. ولا ياخد اعدام؟ لا هياخد اعدام. اه بالظبط، يعني هو قادر ياخد اعدام. لا لا بس اذا ثبت ان في ان هو طبيعي ومش طبيعي ومش واخد حاجه ولا متعرضش حاجه او كمان او كمان ياخد اعدام. هو قتلها يا بس والباقيين لا قتلها قتل الباقيين كمان. نط في كل الكلام كده لو لقينا ان هو ده ارتكب ده بخطا، يعني ربما قد يكون بحاله نفسيه او ظروف نفسيه هيج نفسي مش كده. طب اجاوب انا بقول لك عشان هنجيب التقرير الطبي. طيب وبالتالي يا دكتوره لما نيجي نتكلم عن هل احنا محتاجين قوانين؟ ابدا احنا مش محتاجين قوانين تشدد عقوبات بقدر ما احنا محتاجين الى التطبيق وتفعيل القوانين وتنفيذ الارض الواقع، ده من جهه. وقبل ما ننفذ القوانين نوعي الناس، محتاجين نعيد تثقيف الام عن كيفيه اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الواجبه للحفاظ على حياه ابنها. لازم نعرفها ايه اللي ممكن يضر بابنك. مش الام بس، احنا معانا مداخله من الاستاذ محمود الاب يا دكتور العوضي، عضو الفريق عضو جمعية مناهضة ضد العنف أطفال. تمام. أهلا بيك يا أستاذ محمود، أهلا وسهلا. حضرتك أنا مش محمود العوضي ولا عضو الجمعية، أنا اسمي محمود البدوي المحامي بالنهضة الدستورية العليا. أعتذر يا فندم. عضو الفريق الوطني، عضو الفريق الوطني لمكافحة العنف ضد الطفل. اتفضل. بيرأسه أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة. أهلا بيك يا فندم. للأسف أنا طبعًا مش قصاد التلفزيون فمعرفش من ضيوفك ولكن. لا أنا بسأل حضرتك. تحياتي ليهم. الله يخليك. تحياتنا ليك. إحنا يا فندم بنناقش دلوقتي
هل حضرتك مع تغليظ العقوبة ضد إهمال الآباء والأمهات تجاه أطفالهم، ولا أن تكون يعني يبقى الوضع كما هو عليه؟ يعني السيدة النائبة الفاضلة الدكتورة إيناس عبد الحليم هي عرضت مشروع أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات. تمام. فحضرتك شايف أن ده صح ولا غلط؟ طبعا يعني انا بحيي الست النائبه على جهودها، طبعا اكيد هي جهود مخلصه لخدمه فئه احنا بنقول ان هي بتمثل حوالي 40% من جمله التركيبه السكانيه المصريه، ولكن انا بختلف معاها في فكره ان احنا دلوقتي اصبح اسهل شيء عندنا ان احنا نقول نعمل قانون، يعني اما نتزنق نعمل قانون، عندنا ترسانه عظيمه جدا جدا من القوانين، وخليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين وضيوفك الكرام ان مصر فيها اقوى بناء حماية تشريعي عرفته البشريه حتى الان، ولكن هذا البناء يفتقر الى اليات الانفاذ على ارض الواقع، بمعنى ان احنا عندنا سياره حديثه جدا جدا ولكن اللي راكبها ما بيعرفش القياده او السياره دي منزوعه الموتور. مش خبيك انا النهارده محتاج ان انا اعمل عمليه زياده مساحه الوعي المجتمعي لدى كافه طوائف الشعب، ان انا ابتداء لابد ان انا افهم يعني ايه طفل، وان هذا الطفل عنده حقوق اهم من حقوقك انت كبالغ، ان انت عندك الماده 80 من الدستور المصري اطول ماده في الدستور واول ظهير حمائي دستوري شرفنا بالمشاركه في عضوه لجنه 50 بتقول حقوق الطفل المصري ده ايه، استنادا كمان الى ما صدقت عليه مصر من اتفاقيات دوليه عظيمه الشان في فكره حمايه حقوق الاحداث زي الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل وقانون 12 وتعديله القانون 126. كل هذا البناء الحمائي التشريعي القوي واقف معطل بسبب عدد من الموروثات الثقافيه والعلميه والاجتماعيه والتربويه والدينيه المغلوطه، احنا لسه يا فندم بنقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. ايوه طبعا. الولد لما بيتكلم او البنت بنقول له اخرس ما تتكلمش في كلام الكبار، انت قليل الادب، ما ينفعش الكلام ده. احنا النهارده محتاجين ان احنا نزيد مساحه الوعي المجتمعي عند الناس المقبلين على الزواج، اللي جايين النهارده بيتجوزوا وبيهتموا هنعمل الفرح فين وشكل البوفيه هيكون اوبن بوفيه. اشكرك فين. اشكرك استاذ محمود البدوي عضو الفريق الوطني لمناهضه العنف ضد الاطفال، اشكرك. محتاجين توعيه، عندنا ترسانه قوانين بس ما عندناش اليات تنفيذ، عندنا امهات محتاجين يتعلموا ازاي. انت عارف الفتره اللي فاتت كنا عاملين دوره تدريبيه لاداره فن اداره المشكلات الزوجيه. أيوة. بنحاول ان احنا نقلل من نسبه الطلاق والخلع في المجتمع. أيوة. المصري، فكنا بنحاول نوعي الستات ازاي تتعاملي مع المشكلات الزوجيه وفن ادارتها عشان ما توصلش للطلاق. احنا كمان محتاجين حملات توعيه وتدريب وتاهيل للامهات ازاي تحافظي على ابنك، ازاي وانت زي ما قال الدكتوره امنه نصير كده وانت بتنشري قاعديه على شالته. الامهات اللي واحنا صغيرين كنا بنشوف ازاي ان تحط وهو نايم على السرير مخده يمين وشمال عشان ما يقعش، اجراءات واحتياطات واجبه، اجراءات احترازيه واحتياطيه الام تتعلمها عشان تحافظ على حياه ابنها، مش عشان نحاسبها. يبقى احنا محتاجين أقرب. نتكلم بقى قبل ما نتكلم عن تغليظ عقوبه، لان انت عارفه حضرتك انا هضرب لك مثل بسيط جدا. بتيجي ماشي في الشارع تلاقي المرور عامل لك علامات، الاول يقول لك احترس السرعه مراقبه، وبعدين يقول لك احترس في مدرسه، وبعدين في قطه، عارفه خطوات سيستماتيك، انما ما يبقاش اول حاجه انك تتصور وتتعاقب. أيوة. في لازم الاول اقول لك ان السرعه دي يقول لك اصل الى بيتك او ارجع لاولادك سليم، ده نفع معانا دي مساله بغض النظر كل ما نفعش لو صورت وعملت مخالفه هنمشي. ما انا تاني قلت لحضرتك عندنا قوانين بتجرم المخدرات لكن يعني الناس ما بتضلش تجري فيها. أحمد. يعني انا متفهمه طبعا راي حضرتك جدا وانه رأي بس مختلفه معايا في الراي. انا احيتك، انا طبعا انا المفروض اكون محايده، لكن انا في الاخر انا ام ومواطنه مصريه وشايفه ان غلظ العقوبه لو حضرتك اهملتي. لا انا شايفه ان التوعيه مهمه جدا. وان التوعيه فعلا هي اساس النجاه من هذه الازمه، بس التوعيه واخده وهتاخد مننا فتره من الوقت، وخاصه ان احنا عندنا اهمال. ايه المشكله بس نربي ام صالحه في اطار هذا قادره على التربيه؟ طالما احنا سايبين السلطه التقديريه للقاضي، فليه ايه المانع ان يكون في شيء من التغليظ في العقوبه؟ ايوه يا دكتوره، ونترك السلطه التقديريه للقاضي. السلطه التقديريه دي اكيد للقاضي. يا جماعه احنا لما بس معلش
انا اسف برضو نقول المثل بتاع الطياره اللي الحديثه اللي راكبها مش خريج طيران. معلش بعد اذن حضراتكم لما المسائل القانونيه دي لما بنرجع فيها لاهل القانون، لان المسائل دي فيها فنيات قانونيه. السلطه التقديريه للقاضي دي انا كمشرع لازم احط له حدين، اقول له العقوبه من 3 سنين ل10 سنين، فالقاضي يديله 3 4 5 سلطة تقديرية وفقا لملابسات الواقعة وحجم الضرر الناتج عن ده. طيب انما حضرتك ما حطيتيش حدين. لا انا ما لغيتش الثلاث سنين، ما ده مش حد ادنى. بقول له انت وصلتيها لجناية يا دكتورة. لا انا بص يا دكتورة عملتيها جناية. لا انا قلت ما هو ده جناية. لا 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 الجناح 3 سنين حد اتفضلي يا دكتورة. معلش القتل يبقى جناية، ولما اطلب بالتغليظ انا مش هستنى توعيه طالما انها ظاهره في المجتمع، والناس اللي انت عايزه توعيهم دول مش هيتوعوا في يوم ولا اتنين، هنقعد نستنى 15 سنه نوعيه؟ هل كل الحملات نجحت؟ فين الميديا في الموضوع؟ الميديا بتعرض الحادث وبيتنسى بعد كده والناس بتنسى لحد ما يحصل حادث تاني، فما كناش هنقف ونغلظ. وبرضه المرور ان ما كانش فيه تغليظ للعقوبات عمرنا ما هنلتزم. يا دكتوره لا حضرتك تفعيل القانون. ايوه القانون بيفعل، الناس بتسمع الكلام. يا دكتوره امنيه اتفضلي بس عشان الكلام. أنا والله العظيم الكلام واضح جدا. لا حضرتك ما قلتيش، حضرتك قلت نغلظ ل 10 سنين. طب دلوقتي بتطلع 10 انت متفق على كده؟ ما طلعش على قانوني. هو ما طلعش على قانوني، لان احنا لما نقول 10 سنين يبقى احنا خرجنا من حد الجنح وطلعنا في حد الجنايات. بقى الجنايات 25 سنه والجنايه هي الجرائم العمديه، لكن طول ما هي جنحة يعني عقوبتها الحبس، اذا هي في الجرائم الغير عمدية. دلوقتي الدكتورة اشارت انها من 3. دكتورة انيس قالت انها من 3 ل10. اللجنة التشريعية يا دكتورة هل كده تمام مع حضرتك؟ لا لا انا هقول ايوه لا هتتكتب بصياغة تانية. طريقة العرض غير دستوري، غير دستوري اللي انتوا بتعرضوه غير. يعني لازم نوضح قوي كده، القانون ده غير دستوري لان المشرع الدستوري بيفرق ما بين الجنايات والجنح، وبيقول الجنح من يوم من 24 ساعة لثلاث سنين، والجنايات من يوم ل 25 سنه و 30 سنه. لما حضرتك تزيدي بالعقوبه عن 3 سنين دخلتيها في جنايه. انا ما حولتش. ثواني يا دكتور، انا اديته رينج ان هو يقدر يوصل لحد ال 10 سنين اللي ما بيقدرش يوصل. يبقى دخلتي في الجنايه. ساعه التشريع هيقولوا اهل التشريع والدستور. لا انا واثق فرق كده. مهم جدا لوضح عشان الناس تفهمه. اتفضل. احنا العقوبات اللي الجرائم اللي عقوباتها السجن دي جنايه، والجنايات ما فيش حاجه اسمها جنايه غير عمديه. اذا كانت الام وصلت بالجريمه لقتل الطفل خلاص دي جنايه، هتاخد جنايه يبقى انا مش محتاج قانون. ما هو هي لو قتلته متعمده يبقى بقت جنايه، يبقى انا مش محتاج قانون جديد يعتبرها جنايه ويديها 10 سنين، لان قانون العقوبات موجود فعلا. قانون العقوبات لو الست اهملت اهمال جسيم او بشكل عمدي وارتكبت جريمه قتلت ابنها هي جنايه وهتعاقب بعقوبه الجنايه وفقا لقانون العقوبات. طيب لو مش قصدها واهمال بسيط يبقى هنرجع للي موجود في قانون الطفل اللي بيقول من يوم لحد 3 سنين. يبقى احنا محتاج قانون اعمل بيه ايه؟ ما القانون المصري موجود. رد حضرتك. انا مش مقتنع باللي هو بيقوله. ده رايي. انت حر. لا هو حر في رايه. وانا اعتقد لما تبقى جنايه السجن، لما تبقى جنحه الحبس. احنا بص يا دكتوره، احمد من الدقهليه. اهلا يا احمد اتفضل. مساء الخير يا استاذ. مساء النور. اهلا يا احمد اتفضل. رايك ايه يا احمد في القانون ده؟ معاك احمد مكاو من المقطع ده. اهليه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. راي حضرتك ايه في القانون ده؟ يا فندم انا عاوز اتكلم عن في حاجه. يا اولا احنا بندور على قانون اهمال الاباء للابناء. مظبوط. طب ما فيش قانون لاهمال الابناء للاباء مثلا؟ طبعا يا فندم. يعني المفروض يبقى في قانون لاهمال الابناء للاباء. لان انا لا بنحطه يا فندم، احنا جاهزين بيه وهينزل في الدوره. لا انا قلت اهمال الابناء للاباء وعدم رعايتهم لازم يبقى في نفقه تتناسب مع دخل الابن، ولازم يترعى في دار مسنين محترم، لان في ابناء خارج مصر سايبين اهاليهم. لا ده احنا لسه بنخلص فيه، يعني ده هيدخل في الدوره الجديده. اشكرك يا استاذ احمد. لا ده جاهز يا فندم. اشكرك يا استاذ. لا انا مجهزه الاثنين بس هم اللي لفت نظرهم ده عشان الاحداث الموجوده. الست لو ارتكبت سلوك اجرامي متعمد، قانون العقوبات اللي موجود الحالي هيعاقبها بجنايه قتل او عاهه مستديمه او ضرر جسيم للابن. اشمعنى دايما والام اللي اهملت خطا بخطا واهمال غير عندي وغير مقصود نتيجه الاهمال هتعاقب بقانون الطفل وهتبقى جنحه تصل لثلاث سنين.
عايزين قانون جديد نعمل للرجاله بقى، لان بدل ده الست. ايوه انت كل يعني ما تتكلم تقول اهمال يعني الموضوع. مفيش راجل يعني بيتعامل قانون للرجاله. لا 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 مش للرجاله، حضرتك اللي دايما بتوجه كلامك للام كان الام دايما هي اللي بتهمل وهي اللي بتموت. لا في اباء بتهمل واباء لا، انت كل الكلام بتقول يا دكتوره. لما بنتكلم عن اهمال الاب طول الوقت خارج البيت. لا 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 بس بره البيت بيربي وبيراعي. ايه الام هيدك الصوره اللي حكت عليها الدكتوره امنه النصير احنا بنشوفها كلنا. تلاقي حياتك الاب سايق وحاطط ابنه على رجله، على رجله بيبي بيبي, بيبي كمان مش شايف كبير. حياتك تشوف في المصايف بالذات شنطه بسيط. العربيه مفتوحه والاولاد مترصصين ورا يعني، واللي سايق راجل على فكره مش سايق ست. ملوش موضوع توعيه برضه ودراسه. لا يميز بين راجل وست بالظبط. الراجل اللي بيعمل كده ده اهمال جسيم. والمشرع المصري تاني مش محتاج قوانين، المشرع المصري التفت لهذه الامور وجعل قانون العقوبات بيجرم ده وبيعاقبه، وكمان قانون المرور بيجرم ده ويعاقبه. الحقيقه ففي جزاء قانوني. انا عايزه انهي فقرتي واقول ان انا بالغرامه تعيسه جدا ان جه علينا يوم نقعد نحاول نشوف قانون يخلي الاباء والامهات يخلوا بالهم مره اخرى. احنا مش محتاجين يخلوا بالهم من اولادهم، احنا محتاجين يعني نعلمهم ازاي يربوا اولادهم. انا متضايقه ان احنا ممكن نصل ان يجي يوم نوجه الاباء والامهات أيوة. اللي ازاي يربوا اولادهم، وان تبقى الغريزه مره اخرى خاصه بالحنيه والاهتمام. الاجيال الجديده مفعلة. يا دكتوره امنيه، الاجيال الجديده من الشباب حديث الزواج اللي ما تثقفوش على كيفيه اختيار الشريك او كيفيه حل المشكلات الزوجيه واللي ادى الى ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في مصر، محتاجين كمان يتدربوا توعيه على كيفيه تربيه اولادهم ازاي يحافظوا. لان الاهمال مش بس الاهمال المادي اللي مترتب عليه الضرر، ده احنا عندنا دلوقتي ميثاق الامم المتحده بيتكلم عن صور مختلفه من الاهمال، منها الاهمال العاطفي والاهمال الحسي والاهمال الصحي والاهمال التربوي والاهمال التعليمي. احبس بقى الام والاب على كل صور الاهمال دي، ده يبقى قانون. الدكتوره ايناس عبد الحميد عضو مجلس النواب عبد الحليم ومقدمه مشروع القانون، شرفتينا يا فندم ويا رب تعملي لي في الخير ان شاء الله. الدكتور احمد مهران المحامي رئيس المركز المصري للدراسات القانونيه، يا رب دافع عنهم يا رب يكون اللي بتقوله ده سليم والوضع الحالي يجيب نتيجه. نوعي بس الناس وخلاص، لكن مش محتاجين قانون ان شاء الله خير. نطلع فاصل نرجع مره تانية، ابقوا معنا. خلاص الاجازه خلصت ورجعنا تاني للدراسه، ويرجعوا الأولاد تاني للصحيان بدري عشان يروحوا المدرسة. وطبعا أولادنا خلال الأجازة كانوا مقضينها لعب وفسح طول النهار وإنترنت على الموبايلات طول الليل وتلفزيون، وطبعا كل ده لازم ينتهي. طبعا أولياء الأمور كمان بيعانوا معاناة كبيرة في إعداد الأولاد لجو المدرسة والدراسة، وخصوصا إن الأمهات اللي مش بتشتغل هي كمان متعودة تقوم من النوم الظهر. فهنتكلم النهارده ازاي نأهل اولادنا ونفسنا للدخول في مود الدراسه. وكمان هنتكلم عن ظاهره خطيره جدا بتواجه اولادنا في المدارس، وهي ظاهره التنمر اللي ممكن تدمر نفسيه الطفل اللي طفل اخر تنمر عليه. بتدمر نفسيه الطفل اللي بيتعرض للتنمر من الاولاد الاخرين. هنعرف ازاي نعلم اولادنا انهم ازاي يتجنبوا هذه الظواهر لو تعرضوا لها، وازاي نعالجهم منها. هنعرف كل ده من الدكتور عبد المحسن ديغم استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. اهلا بيك يا دكتورنا العزيز. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. نتكلم الاول على المدرسه، لان ده مش هياخد وقت طويل زي التنمر. يا دكتور للاسف الشديد ان الأمهات قبل الأطفال بتصحى من النوم الساعة 3 الظهر طالما ما عندهاش شغل زيها زي الأولاد، والأولاد بيقعدوا للصبح سهرانين، وبين يوم وليلة الولد المفروض يصحى عشان ياخد الباص بتاع المدرسة أو يروح مدرسته الساعة 6 الصبح، ولازم يكون فايق، وهي كمان لازم تقوم مبتسمة في وش ابنها، وده مستحيل لان هي كمان مش عارفه تقوم الساعه 6 الصبح. طبعا هي بتبقى مرحله يعني بعد اسبوع الدنيا بتبدا تتظبط، فالمرحله الاولانيه من قبل المدرسه يا دكتور بقى طبعا طبعا اسبوع واحد. طيب الدنيا تبدا تتظبط. الاولاد ازاي يتقبلوا انه ينام بدري
وهو مش متعود بقاله 4 شهور ينام بدري بشكل تدريجي. يعني مش ضروري نكون معوز سايبين الولد بينام الساعه 6 الصبح وفجاه تقول له نام الساعه 8 بالليل، اكيد مش هيحصل يعني. انما بشكل تدريجي الساعه 12 الساعه 1 الساعه 11 ونص، وده كل المساله ديت بتبقى الاسبوع الاولاني بس. يعني الولد لما يصحى 6 ونص ويفضل طول اليوم في المدرسه غالبا هيجي يعني في ميعاده هينام، فديت مش دي القضيه او مش دي المشكله اللي تقلقنا. انما المشكله اللي تقلقنا هي الامهات واولياء الامور. ايوه طبعا ما نقدرش ننكر انه الناس ديت او كلنا عايشين في هذا الضغط، ربما يكون هناك بعض الضغوط الاقتصادية او الضغوط المادية، بس احيانا الامهات بتعمل على نفسها ضغوط بجانب الضغوط اللي احنا عايشينها كلنا. بمعنى؟ والضغوط اللي هي بتعملها على نفسها غالبا من اسلوب وطريقة تفكيرها وشخصيتها. يعني مثلا كتير من الامهات تجيب اطفالها والولد اصله عدواني، الولد اصله بيتخانق، الولد اصله عصبي. طيب وانت بتعملي معاه ايه؟ تقريبا كل اللي بتشتكي منه هي بتعمله. كل اللي بتشتكي منه هي بتعمله. حاجه تانية، مشكله من المشكلات اللي هتواجهنا او اللي بتواجهنا من فتره الكيجي لحد الثانويه العامه. أيوة. هي الغلو في المعايير عند الامهات. بمعنى؟ الامهات معاييرها عاليه. فمثلا تخيل حضرتك مثلا انه يجي طفل المفروض انه في كي جي 2 لسه، مش عايز اقول انه كان في العياده معايا من شويه، يجي طفل كي جي 2 الام منهاره لانه اداؤه الدراسي ضعيف. اداؤه الدراسي ده اللي هو ايه؟ أيوة. ده يا دوب عرف له كام حرف انجلش وكام حرف عربي. اه والله. فاحيانا المبالغه وده تنبيه لكل الامهات، لان حاله المبالغه دي نفسها بتوقع اولاد في الثانويه العامه وبتضيع مستقبلهم. حاله المبالغه دي نفسها اللي هي المبالغه في المعايير، عايزه الطفل يكون مثالي 100% حسب المثاليه من وجهه نظرها، مش أيوة. المثاليه حتى المناسبه للسن ده. ليه الامهات عايزه اولادها يبقوا الاوائل؟ لأنه يعني ليه لازم كل عيالنا يبقوا الاوائل؟ لانه مش فاهمين، يبقوا ناجحين، لانه متصورين انه النجاح بس هو نجاح التعليم. ويمكن يكون عندهم بعض الحق، لانه ما انا ما بقولش يبقى ناجح، يعني بقول انه يبقى ناجح يعني مش شرط يكون الاول، مش هيجرى حاجه لو بقى الثالث الرابع الخامس. خدي بالك ان اللي احنا هنقوله دلوقتي هو قريب قوي من الضحيه اللي احنا هنتكلم عنها في التنمر. فلما نكسر شخصيه الولد، لما نكسر نفسيه الولد، لما نضعف ثقته بنفسه طول الوقت بتعليمات مبالغ فيها ما ينفعش ينفذها طفل في سنه، لازم الاول. ولذلك لما اي ام بتسالني عن مشكله مع ابنها لازم نسال الولد ده سنه كام، لأن التعليمات المناسبة لطفل مثلا عنده 10 سنين مش هي نفسها التعليمات المناسبة لطفل في ثانوية عامة السنة دي. فلازم نبقى معاييرنا مناسبة شوية مع الفئة العمرية أو المرحلة العمرية اللي الطفل عايش فيها. حضرتك عايز تقولي إن قسوة المعايير ممكن طبعاً تخلق طفل متنمر؟ لا، تخلق طفل ضحية. طفل يتعرض للتنمر ويقبل هذا. طبعا طبعا، لأنه بقى ضعيف الشخصية. ما هو مضروب في البيت، ما هو متبهدل في البيت، ما هو طول الوقت زي ما حضرتك قلتي عايش مع اهل شايفين ان النجاح في الدنيا هو التميز الاكاديمي. ايوه كويس، حتى لو تميز اكاديميا بيبقى ضحيه للتنمر. لسه نتكلم عن موضوع التنمر. يعني احيانا الاطفال المميزين سواء مميزين اقتصاديا او مميزين اكاديميا بيبقوا ضحيه للتنمر. يعني دايما الطفل المتنمر بيختار ضحيته طفل عنده تميز علمي او تميز مادي شويه، تميز اقتصادي. لان هو بيكون شويه وغالبا منطوي وغالبا بيبقى أضعب من الاطفال اللي هي الطبقه المتوسطه، لانه كل الطبقات المتوسطه بتربي عيالها على اسلوب خد حقك بالكلام، انما الطبقات اللي اقل خد حقك بالايد. فغالبا المتنمر شخص من الطبقه الاقل والضحيه شخص من الطبقه المتوسطه. بس خلينا نركن مساله التنمر ديت لحد ما نمشي مع بعض نشوف ازاي احنا بنخلق طفل يكون معرض للتنمر او ضحيه. أيوة. مش متنمر انما ضحيه. فنجد ان الامهات عندها قدر عالي جدا من المبالغه، المبالغه في المعايير اللي لا تتناسب مع طبيعه المرحله العمريه. فعايز الولد يقعد يذاكر بالساعه ونص والساعتين بشكل متوسط. طيب خلينا اقول حاجه لكل الامهات واحنا داخلين على عام دراسي جديد. الاطفال خاصة الأطفال اللي لسه في مرحلة الكيجي أو في الابتدائي، الأطفال دي تقدر تركز بشكل متواصل قد عمرها بالدقايق. ياه. قد عمرها بالدقايق. يعني لو عنده 3 سنين ما يقدرش يركز غير 3 دقايق؟ يا دوب. يا دوب. طبعا مفيش حاجة اسمها 3 سنين. طبعا. يعني هي بتبدأ من 5 سنين. يقدر يركز بشكل متواصل، أنا ما بقولش 5 دقايق في اليوم كله. متواصل. أنا بقول بشكل متواصل يقدر يركز 5 دقايق. ويقوم يعمل حاجة ويرجع تاني. يعمل حاجة يعني أي لعبة، أي كلام، أي هزار، أي حاجة. إنما إنه يسابر في التركيز ويسابر في مواصلة الاتجاه قد عمره بالدقايق. فإذا كان
بنتكلم عن طفل عنده 10 سنين مثلا نبقى عارفين ان هو يقدر يركز 10 دقائق، اكيد مش هيبقى ال 10 دقائق دول كلهم او دول بس هو اللي يذاكرهم في اليوم، انا عارف انه المدرسين كمان بيطلبوا هوم ورك وبيطلبوا ويطلبوا ويطلبوا، بس لازم نكون عارفين انه لما الولد يقعد بشكل متواصل، الطفل عنده 10 سنين يقعد بشكل متواصل لمده 30 دقيقه شغال، ده كده كويس قوي. فبلاش نعلي المعايير احنا كمان، يعني ممكن ناخد بريك، ممكن ناخد فاصل، ممكن نقوم نحمر شويه بطاطس في المطبخ، اي حاجه نعملها مع بعض وبعد كده يبدا يشتغل. ومفيش داعي نقعد نأنف فيه بقى. ومفيش داعي نأنف فيه، بس لما نعرف الحقيقه العلميه ديت ونبقى فاهمين ان هو يقدر يركز قد عمره بالدقايق، قد عمره بالدقايق. اعتقد ان ده يعني ممكن تكون حاجه مدهشه شويه وغريبه عند الامهات او اولياء الامور، بس دي حقيقه. الجهاز العصبي عند الاطفال يقدر يركز قد عمره بالدقايق. فيبقى بلاش بقى نعلي المعايير، بلاش نكبت الولد، بلاش طول النهار زعيق وصريخ، والامهات تهدى شويه من المعايير العاليه اللي هي فيها، لانه احيانا المعايير العاليه ديت هتجيب نتيجه معاكي، هتجيب نتيجه. بس هتدمر شخصيته. هتدمر شخصيته، وهيبان التدمير ده من اول اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. قولي لي كده حضرتك كم مره سمعت عن طفل طلع الاول مش عارف الابتدائي، طلع الثاني على المدرسه، في الاعدادي طلع الاول مش عارف على المحافظه وهكذا، وعامل ترتيب. بنقول عليهم نيرد، بيبقوا غراب شويه كده، بيبقوا بالظبط، وعامل ترتيب، بس اول ما يوصل اولى ثانوي او ثاني ثانوي المستوى بيحصل ديتيريوريشن او تدهور. وتسمعي بقى عن انه قعد سنتين في الثانويه العامه، والام تحلف انه ده طول عمره كان كذا وطول عمره كان كذا. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت ضغط عليه طول الوقت بحاجات تفوق قدراته الذهنيه، بحاجات تفوق المرحله العمريه، واول ما بيتعلم يتمرد، وهي مرحله المراهقه، فيتمرد على المذاكره، فيتمرد على المذاكره والام والاب والسلطه عموما. معانا شيماء من اسكندريه. اهلا يا شيماء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا شيماء، اتفضلي. ايوه اتفضلي، سامعيني. ايوه حاطط التلفزيون، ثانيه واحده. اتفضلي. يا ريت يا ريت البرنامج ده يفضل على طول. الله يخليكي، من يعني ربنا يخليكي. قولي سؤالك ايه؟ سؤالي يا ريت كل وتجيبوا دكتور عبد المحسن بالذات لان بيريح الناس بحالها، واقولهم انا. ربنا يحفظك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شيماء، احنا جدا يا شيماء، ربنا يحفظك. شكرا. اتفضل يا فندم، شكرا. فيبقى احنا بنتكلم عن ام عندها شويه مفاهيم خاطئه ومتصوره انه كده هتطلع الولد ناجح، لا هو مش هيفضل ناجح على طول، هو لو قدر يستحمل تعليماتك العاليه في الرياضه. انت تشوفي بعض الامهات لو الولد اخفق شويه في الرياضه كانه هو مستقبله في السباحه وكده مستقبله ضاع. في الرياضه لا، ده في حفظ القران، لا ده في الانجليش، لا في المدرسه، عايز يعمل كل حاجه في الدنيا، لازم يعملها الولد ولازم يعملها على اعلى درجه من المعايير. تاكدت الكل ان الابن ده هيجي في مرحله المراهقه هيكون واقع، ده غير انه اصلا بيكون فريسه للتنمر، لان انت ما تخش في التنمر بقى يا دكتور. حياتك بتقول هيبقى، ودي انا عايزه اوضحها لمشاهديني، فريسه للتنمر يعني هو الطفل اللي هينضرب الضحية للمتنمر. يعني احنا من كتر الاهتمام بالاولاد هنطلعهم ضعاف لدرجة ان اولاد تانية هتبقى بتتنمر عليهم. صحيح. بس خلينا الاول نقول احنا عندنا ثلاثي، المتنمر، الضحية او الفيكتم، المشاهدين. وكل حد في دول بيلعب دور كويس قوي. تعالي الاول نتكلم على الشخص المتنمر. كتير من الناس بتخلط وبتتصور انه التنمر هو العدوان، يعني الولد المتنمر هو الولد اللي بيضرب. لا، هي المسألة مش كده. الولد المتنمر هو ولد عنده معايير شخصية قيادية. بس خدي بال حضرتك قد ايه احنا اهمالنا في المدارس وعدم اهتمامنا وعدم وعينا بنخلي الحاجة كويسة وحشة. خدي بال حضرتك. الولد المتنمر ده ولد معايير، عنده معايير قيادية، عنده قدرة على التأثير على الآخرين، عنده إفراط ثقة بنفسه ويعرف يأثر على الناس. بجانب كل ده المشاهدين، وهي بقيه الاطفال او بقيه الشباب، لان التنمر ده بيبدا لحد بعد الثانويه العامه ويمكن بعد الجامعه كمان. كل دول بيتفرجوا عليه وبيحيوه لان هم بيحبهم في نفسهم الشخصيه اللي مش عارفين يوصلوا لها، اللي هو الشخص المتنمر. ان هو بقى ايه، قوي بقى وقادر هو اللي بيعرف يعمل كل حاجه. واستغرب لو قلت لك ان المدرسين ذاتهم بيحبوا الولد ده لانه هو ما بيعملش مشاكل جوه الفصل. هو بيعمل هنا بقى فصل. هنا بقى طبعا هنا بقى نفرق بين البولينج او التنمر والعدوان والعنف والكلام ده موضوع تاني خالص. العنف والعدوان والطفل العدواني والعنيف هو ده عايز يفرض شخصيته على الاخرين؟ بيعرف يفرض شخصيته، مش عايز، هو اوريدي شاطر في ده. التنمر هنا بقى برضو قصته مش قصه شخص بيضرب،
ده بيعرف يأذي، واحيانا كتير جدا ما بيضربش، لانه في فرق بين التنمر والعنف والعدوان. معانا مدام فاطمه من كفر الشيخ، اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، زي حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي لي، انا عايزه من خلال برنامج امنيه مصريه تحققي لي امنيه. تحققي لي، سامعاني حضرتك؟ تحت امرك واموري. انا عايزه حضرتك من خلال برنامج امنيه مصريه تحققي لي امنيه ست مصريه اموري عندها مشكله خطيره بقالي سنتين، حلها في ايد ربنا وفي ايد السيد رئيس الجمهوريه، فانا بتمنى توصليني بالسيد رئيس الجمهوريه. اتوسل اليك حضرتك، وصليني بالسيد رئيس الجمهوريه. انا عندي مشكله في التعليم، بنتي بتنهار، لفيت على كل حاجه، المحكمه، النيابه، كل حاجه عشان احل مشكله بنتي، وبنتي كل بكره صباح الجامعه، وانا حالتها صعبه جدا. حضرتك مدام فاطمه، احنا هنرجعك الكنترول دلوقتي، هياخدوا تليفون حضرتك وهياخدوا بياناتك، واحنا هنكلم حضرتك وربنا ان شاء الله يقدرنا وتحل المشكله. ايوه اتفضل. فيبقى شخصيه الولد المتنمر ده هو في الاساس شخصيه محبوبه، مش محبوبه انما على الاقل له هيبه، والمدرسين بيحبوه. ليه؟ لان الواد بيخلص كل حاجه، روح اعمل كذا، روح هات كذا، وكمان ما بيعملش عدوان في الفصل، لانه برضو لازم نفرق بين التنمر والعدوان. ده ما بيعملش عدوان في الفصل، ده كل بلوي بره الفصل او في وقت البريك. طيب شكل بلاوي ايه؟ برضو مش دايما بلاوي المتنمر هي بلاوي في العنف او العدوان اللفظي او البدني، انما قوة شخصيته اللي بيستخدمها بشكل خاطئ، زي اطلاق الشائعات على الضحية. الواد بقى الغلبان، اللي امه قاعدة تعلي المعايير وقاعدة تمسخ في شخصيته وقاعدة تبالغ في المعايير، فالولد ده غلبان، لانه الضحية بالنسبة للمتنمر، الضحية ده يا اما يكون متميز علميا يا اما يكون متميز اقتصاديا، ولازم يكون حاجه من الاثنين، وغالبا بيبقى من الطبقه الوسطى اللي معظم المصريين عليها، واللي بنعلم ولادنا اللي هو ايه، يعني خد حقك بالكلام ما تاخدش حقك بالايد. اي فهمت. فيبدا يشتغل له بقى في مساله التنمر، زي اطلاق شائعات عليه، وده نوع من انواع التنمر، انه مثلا يعمل حاجات على السوشيال ميديا او الفيسبوك، بانه يصور الواد يقوم عامل له مثلا مش عارف اي حاجه في صورته، حاجه مضحكه، ويبعت الصوره للولاد او لكل الفصل. ده شكل من اشكال التنمر. طبعا ياتي في نهايه قائمه التنمر العدوان او العنف، وده قال لها، انما النوع ده من السلوكيات. العدوان النفسي اكثر قسوه. طبعا العدوان النفسي اكثر، وهنا بقى الضحيه ده يجي لنا بقى العياده ونسمع على انه الواد رافض يروح المدرسه. ده مش بس كده، ده الولد بدأ يحصل له حالات تبول لا إرادي، وده نتيجة. ممكن ما يحكيش السبب يا دكتور لأمه؟ ممكن ما يحكيش السبب، ممكن، وأحيانا بس ده مش كتير. فاكرة حضرتك احنا كنا عملنا حلقة عن الجنسية المثلية، أحيانا توصل لنوع من أنواع الاعتداء الجنسي، بس ده نادر مع حالات التنمر والضحية، ده نادر كنوع من اللي هو إيه، الإيذاء، اللي هو أنا المهم في المدرسة. طب هل الأمهات بتبقى سعيدة ان يبقى ابنها بالكاركتر والشخصيه بتاعت المتنمر، بصرف النظر بيعمل ايه في الاخرين؟ المتنمر ولا الضحيه؟ لا، المتنمر. المتنمر غالبا بيبقى يعني اهله ما بذلوش مجهود كبير قوي في تربيته. شكرا، ده اللي كنت عايز اسمعه. يعني ما حصلش، ما بذلوش مجهود. يعني المتنمر ده ولد مش متربي تربيه سليمه. وغالبا ابوه نفس الشكل. غالبا ابوه نفس الشكل. يعني هل مثلا ما تعلمش انه يحترم الاخر؟ ما تعلمش يحترم الناس، ما تعلمش انه ياخد حقه بالكلام زي ابناء الطبقه المتوسطه، لا خد حقك بالدراع وخد حقك بالايد و و و و و. بس خد بال حضرتك، المتنمر ده مش دايما من الطبقه الدنيا، ده من هنا ومن هنا، من فوق ومن تحت. طب بالعكس، ممكن يكون برضه شاعر بان هو افضل من الاخرين. افضل من الاخرين، انت احسن منهم، انت احسن من الكل، اعمل واعمل واعمل، ومدين له الجراءة ديت، والولد شخصيته عندها الاستعداد لده، لانه غالبا بتبقى فيها جزء وراثي، لانه غالبا بيكون الاب كده او الام كده. الامهات يعملوا ايه في اولادهم بجانب طبعا عدم القسوة في التربية وارتفاع المستوى المعايير، ان هم الاولاد تتصرف، يعلموهم يعملوا ايه عشان يتصرفوا ضد التنمر. محتاجين الاول يتعلم حاجتين، وده مهم جدا، انه ثقته بنفسه لازم ترجع له، ومهارات تواصله لازم ترجع له. ثقته بنفسه هترجع له منين؟ حسب المرحله العمريه. لما نقول من اول 7 سنين يعني اب، اكتر منها ام. من اول 7 سنين اب، لانه الناس كلها بتتصور انه السن ده هو السن المناسب للام، وانه الام بطبع انها قريبه من الولد فده السن المناسب. لا، السن ده عايز اب. اب بقى يخرجه،
اب يودي نادي، اب يقعد معاه على الكافيه، اي حاجه، اب ما يقولوش خليك مفتري وما تاخد حقك بايديك. ما الابهات بيقولوا الكلام ده. لا بس احنا بنتكلم عن الضحيه، عن الضحيه. لان الضحيه ده عنده مشكلتين، مشكله في التواصل اللي هو ازاي يقدر يدافع عن حقه او عن نفسه. حضرتك الطفل لما بيجي يحكي لاهله ان تم التنمر عليه، اول رد فعل غالبا للاهل بيكون ايه؟ قول للمس الاول، المس طبعا اكيد مش فاضيه، فهيقول لها، هيقول له ايه؟ انت ما تسكتش على حقك، اللي يضربك اضربه. كلمه جميله جدا، كلمه جميله جدا، ما تسكتش على حقك، بس بتاذي جدا. عارفه ليه حضرتك؟ ليه يا فندم؟ طب سيبنا من موضوع التنمر ده وتعالى نتكلم عن مشكله بتواجه ناس كتيره قوي من الراشدين. حاجه اسمها ضعف التوقيت. ضعف التوقيت يعني شخص ما بيقدرش يدافع عن حقه، شخص ممكن يتهان وعنده خوف من الناس ما يعرفش يدافع عن حقه، او ياخد الموضوع بهزار. وده ممكن يحصل زوجة من زوجها، وممكن يحصل من الجيران، وممكن يحصل من زمايل العمل، وممكن يحصل من المدير. شخص غلبان، نقوم لما يجي لنا بقى الجلسة العلاجية نقول له ايه؟ لا، بعد كده اللي يكلمك ويزعلك اعمل فيه واعمل فيه واعمل فيه، يبقى انا بهزر، ما ينفعش اعمل كده، انا تعبته اكتر. المفروض المعايير تبقى واحدة واحدة. يعني انت بتتكلم عن طفل بيواجه واحد متنمر عليه، المتنمر ده له الشله لان المشاهدين والمجاميع، فلو عملت مواجهه هخليه مش هيقدر يعملها. مظبوط، مش هيقدر، فانت بتتعبه اكتر. معانا ساره من القاهره، اهلا يا ساره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. التنمر ده حصل معايا وانا اصلا صغيره، كنت بتضرب ليل ونهار من صحابي، وكنت انا اصلا في مدرسه خاصه كمان، يعني عيلتها كمان مدرسه حكومه. يا عيني يا ساره. الاثنين كانوا يقعدوا بقى يتفقوا عليا ويقعدوا يضربوني، يزعقوا، ماما تعمل، لحد ما اخر ما زادت كانت هتنقلني مدرسه تانية. اخويا الصغير بقى يضربه في البيت، تقول لي يعني انت شاطره على اخوكي ومش شاطره على اللي بيضربوكي في المدرسه. كل دوت اقول لها ماشي وكل ده، بس لما كبرت بدات بقى افهم كل ده قدامي بيحصل نفس الحاله، بس مع يعني ناس جيراننا قرايبنا كده، بس اللي تقول له اضربك اضرب، اقول لها يا ماما طب ما كده غلط، يروح يشتكي للمدرسه بتاعته، يشتكي للمدرسه عشان ما يطلعش يطلع، تقول لي ما انت عايزه يطلع زي ما انت ما طلعتي، ومعقده من كل حاجه. فانا مش عارفه اقول لجيراننا او قرايبنا اللي هم بيحصل لهم عيالهم زي ما حصل معايا، اقول لهم انا ايه؟ بس شكرا يا ساره. طبعا طبعا مشاكل الضحيه هي مش بس مشاكل بتبقى في المرحله العمريه، مع ان مشاكل المرحله العمريه الولاد دول يصعبوا عليك لما تلاقي بيبكي قدامك انه مش عارف ياخد حقه، والولد بيعمل معاك كذا. دلوقتي هي متضايقه انها المشاكل بقى بتزيد بعد كده، لان مش عايز اقول لحضرتك انها احيانا توصل لامراض السوشيال فوبيا او المخاوف الاجتماعيه. يخاف من الناس، يخاف، يترعب من الناس، ما يقدرش ياخد حقه، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يواجه، ما يعرفش يواجه اي مشاكل. ليه؟ ارجعي للاساس، اب وام ما ربوش او ما تعبوش في تربيه ولادهم، ومدرسين مكبرين مخهم. بس انما على فكره انا بس عايز اكد على انه شخصيه الولد المتنمر ده، شخصيه المتنمر. معانا هدى من الغردقه، اهلا يا هدى، اتفضلي. الو، اهلا بيكي، اتفضلي يا هدى. ايوه حضرتك، انا عايزه اتكلم مع اخويا. اتفضلي. بصي، هو في ثالثه ابتدائي، هو كان في مدرسه تجريبي، ونقل ماما نقلته من تجريبي لعام يعني. ايوه. بس هو ما بيحبش المذاكره خالص، وبعيط وقت الاجازه دايما، يعني وقت اول ما المدرسه تبدا بيسال على الاجازه امتى، ما بيحبش يذاكر. ماما ودته عند كذا مدرس، عند كذا مدرسه برضو ان هي تيجي تذاكر له لوحده اي حاجه، ما بيرضاش ابدا يذاكر، ويقعد يعيط الصبح وراش المدرسه، ومش لاقي بقى علاج معاه. عنده كام سنه يا هدى؟ هو في ثالثه ابتدائي، وقعد ثالثه كمان. وقعد ثالثه؟ شكرا يا هدى، في حاجه يسالها على حاجه؟ لا هو طبعا شكرا يا هدى. لازم يكون في مشكله. حاضر، يرد عليك. يعني لازم يكون في مشكله، يا اما في المدرسه ونوعيتها، او في حد بيضايقه، او البيت يكونوا يعني مفرطين شويه في احتياجاتهم منه. ولو قدرنا، ولو قدرنا، انا ما اعرفش اذا ده متاح عندهم ولا لا، لو قدرنا نخلق من المذاكره فيها جو من الترفيه شويه، الدنيا هتبدا تظبط سنه، مش هتظبط 100%، بس نخلق من المذاكره شيء من الترفيه، ونشوف الولد ده ممكن يكون حد بيضايقه، او ان المدرسه يكون فيها عقاب او ضرب. هو مش فعلا دكتور في ولد بيحب المذاكره ولد لا؟ ده طبيعي. يعني ممكن نتقبل شويه ان ممكن مش كل الاطفال بتحب، يعني مش معنى كده انه ما يتعلمش، طبعا، بس نبقى متقبلين ان هو
يعني المذاكره مش هي مش هي كل حاجه بس يعني. برضه هرجع اقول لحضرتك احنا مشكلتنا كشعب مصري انه شايفين حقيقه مهمه جدا وهي انه التعليم هي الحاجه الوحيده اللي بتنقلنا من طبقه اجتماعيه لطبقه ثانيه. عمرك ما تقدري تلغي المفهوم ده من عقول الشعب المصري. التعليم هي الحاجه الوحيده اللي بتنقلك من طبقه لطبقه. وده حقيقي برضه. ما انا بقول لحضرتك ده حقيقي. ده منطق عمرنا. ولذلك دايما المصريين او معظمهم اللي بيسافروا اي دوله اوروبيه او امريكا او تلاقي اول حاجه ما بيروح بيفكر ازاي يروح الجامعه او ممكن يكمل تعليمه ازاي. اول ما بيبدا يبني نفسه ماديا سنه يبدا هو احنا كده دماغنا كده. التعليم امر مهم في حياتنا. فصعب انك تقول الام سيبك منه ما بيذاكرش. انما الولد ده لازم الاول يتفحص عنده حاجه اسمها صعوبات تعلم، لانه احيانا بيبقى الطفل عنده اضطراب، عنده مشكله، عنده حاجه اسمها صعوبات تعلم، ودي نوعين، حاجه اسمها اكاديميه ونمائيه. لازم نشتغل على ده الاول، يتفحص ده. لو الولد ما عندوش مشكله في صعوبات التعلم يبقى يدخل على المشكله الثانيه. يعني وهو فحص المدرسه الثالثه ابتدائي ده طبعا لازم يبقى عنده، لازم يكون عنده صعوبات تعلم او مشكله في التعلم. لازم حد يقيس عنده صعوبات تعلم ولا لا. ثم ما كانش عنده صعوبات تعلم يبقى الجانب ده خلاص همشناه. ممكن يكون نسبه ذكائه على فكره منخفضه، لان في ناس نسبه ذكائهم اقل من المتوسط. في علاج يا دكتور نسبه الذكاء المنخفضه؟ لا، في تدريب. في تدريب، في تدريب. وده نوع من العلاج ولا ايه؟ بس اقصد مش ميديكيشن يعني. مش دواء. ايوه، انما في تدريب ينفع ياخده فينمي عنده القدرات، ينميها. بس حتى التنميه بينقله من فئه الى فئه. انما يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا نسبه الذكاء المتوسط، المتوسط ده اللي هو عموم الناس ودرجته بتبقى من 90 ل 110. وبعد كده فوق في من 110 ل 125، وفي 125 ل 150. بننقله من فئه لفئه. انما ما نعرفش ننقله من فئه لاثنين. يعني يدوب بتحسن شويه. فممكن شوية. الولد ده يكون من فئه تحت المتوسط اسمها فئه الليرنابل، القادرون على التعلم. طيب اما شويه مجهود اكتر وخلاص. اما يجي الام طفله. حاضر، اميره من اسكندريه. اهلا يا اميره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بشكركم جدا جدا، الحلقه ممتازه بجد. دكتور عبد المحسن بشكره جدا جدا، وبشكر حضرتك جدا. حلقه مميزه وحلوه جدا، وفعلا بتجاوبوا عن كل حاجه. انا ما يعني كل ما اجي اسال سؤال بيني وبين نفسي الاقيكم بتجاوبوا عليه على طول. شكرا ليكي جدا، وشكرا للدكتور جدا جدا جدا. اشكرك يا اميره، ميرسي قوي، شكرا. طب يا دكتور دلوقتي انا عايز تقول للام تعمل ايه لما يجي لها طفل تم تعرضه للتنمر. بس انا برضو عايز اتكلم، مش عايزين نتجاهل شخصية المتنمر، لان الولد ده ممكن يطلع منه حاجة كويسة جدا. الوحش ده، ما هو احنا قلنا الام مش هتتضايق. يعني مش يعني هل في ام هتقول انا عندي مشكلة ان ابني متنمر؟ لا، بس المدرسة. انت عارفة حضرتك جزء مهم جدا عالميا على فكرة. ظاهرة التنمر هي ظاهرة عالمية مش عندنا احنا بس. واتعمل لها برامج لتخفيض التنمر وفيها شغل كويس وشغل رائع. يقول او في اكتر حاجه تقلل مستوى التنمر عند الولاد، حاجه احنا كنا بنعملها زمان وللاسف اختفت، في حاجه اسمها حصه الموسيقى، في حاجه اسمها غرفه الموسيقى، في حاجه اسمها الالعاب، في حاجه اسمها ممارسه الانشطه الرياضيه، في حاجه اسمها الانتماء لاسر. الولد ده جواه طاقه، والطاقه اللي عنده فيها نوع من القياده. على فكره الولد المتنمر ده، احنا هنتكلم على الضحيه، بس انا عايز اقول ان المتنمر ده قدراته الشخصيه عاليه جدا، وخساره انه يتبنى او يعيش حاله البلطجي، لانه ده في نهايته بيبقى بلطجي على فكره. فخساره انه يعيش الحاله دي، خاصه انه عنده ثقه بنفسه عاليه، عنده قدره قياديه، عنده قدره على التاثير، عنده مهارات اتصال، عنده قدره على الاقناع، بدليل ان المدرسين كلهم مقتنعين انه زي الفل، لانه داخل الفصل ما بيمارسش اي عدوان. فالولد ده لو اتوجه مع الضحيه ال 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 هو والضحيه والمشاهدين، يبقى في حاجه اسمها حصه موسيقى. يا جماعه والله كانت حاجه جميله جدا، مش عارف احنا ليه لغينا الكلام ده. احنا مش لغينا، عندك نتيجه كثره عدد الاطفال والتكلفه العاليه للتعليم وعدم قدره الدوله على مواكبه كل ده. طب والمدارس الخاصه يا فندم؟ انا عايز اقول لحضرتك ده مدارس خاصه وغاليه جدا. وما فيهاش؟ ما فيهاش يا فندم. معانا نوره من البحيره، اهلا يا نوره. نور، استاذ نور، اهلا يا استاذ نور. الو، خط قطع، اتفضل يا فندم. فاحنا عندنا مشكله سواء في المدارس الحكوميه او الخاصه، ما عندنا مدارس نموذجيه وعندنا مدارس تجريبيه، والمفروض انه يبقى في مدارس يابانيه و20 30 نوع من المدارس، انما كلهم بيهتموا بالمهارات الاكاديميه فقط.
على فكرة حصة الموسيقى دي كانت بتطلع ولاد عندهم قدرات كويسة. بلاش حصة الموسيقى، نعمل حصة اسمها حصة العصف الذهني. حصة العصف الذهني ديت هو ان احنا نطلق مجموعة من الاسئلة الأفكار. منها رياضية وادبية واللي واللي هنكتشف ستوري. العيال هنكتشف الولاد اللي عندهم مواهب، سواء مواهب علمية او مواهب ادبية. بلاش يعني اي نوع من انواع النشاط ده بالنسبة للمتنمر بيقلل. عايزه بقى الام اللي بيجي لها ابنها يعيني مكسور من المدرسه نشتغل على نفسيته محطمه تعمل ايه؟ نشتغل على ثقته بنفسه ونشتغل على مهاره التواصل. واحد، الثقه بالنفس دور الاب. طالما الولد اكتر من 7 سنين لازم يكون قريب من الاب، والاب ما يقولوش روح اتخانق معاه، لا ما يقولوش، انما في اجراء اولاني ان احنا نروح المدرسه ونتكلم. ده اجراء اساسي وغالبا الامهات هتعمله ان نروح المدرسه ونتكلم طبعا. قدرنا بقى نصلح الضحيه على المتنمر يبقى كويس، ما قدرناش يبقى لازم الواد ده ثقته بنفسه تعلى شويه، وبعد كده نبدا نشتغل معاه جزء الاتصال البسيط جدا. مش عايزين نعقد اولياء الامور ونعتبر ان احنا بنقول كلام معقد ولا حاجه. الاتصال اللي هو مع الاب، شوف ده لما كلمني عملت ايه، شوف لما حصل كذا عملت كذا، المفروض لما عمك، شوف لما عمك فلان قال لي انا رديت عليه قلت له ايه، اللي هي نحطه على اول خطوات مهارات الاتصال. انما ما تروحش انت بقى تقول له اضربك اضرب، طب مش هيضرب ولا هيقدر يضرب، هو اضعف منه كمان ولا هيقدر يضرب. وبعدين ما تنسيش ان المتنمر مع المشاهدين مع مجموعه من المتفرجين اللي هي بقيه الفصل معاه، طب الغلبان ده هيعمل معاه ايه؟ فكون انك تقول له اضربه انت بتقهره، انت بتزن. طب بالنسبه للبنات، يعني انا المستمع اللي كلمتنا دي بنت كان برضو بيضربوها، يعني كنت متخيل التنمر ده بين الاولاد بس. لا هو طبعا التنمر بين الاولاد وبين البنات. طبعا حتى البنات في غياب طبعا. طب ليه تنمر ده عند بالعكس البنات؟ ده التنمر عند البنات اكتر علشان، بس التنمر انه بقى مش تنمر العنف، يمكن يكون الحاله دي كان تنمر عنف، لا تنمر الاشاعات عند البنات اكتر. تنمر السوشيال ميديا عند البنات اكتر، انها تعرف الفيس بتاعها او تعرف بشكل ما تعمل هاكر وتعمل هاكر وتجيب شويه مكالمات عملتها وتنشر وتذيع. مش عارفه ده اسمه تنمر ولا شر. مروه معانا من الفيوم. اهلا يا مروه اتفضلي. الو اهلا بيك يا مروه اتفضلي. ممكن سلام اتفضلي. اهلا بيك اتفضلي. انا ابني دايما يلعب مع اصحابه ويضربوه وهو رايح المدرسه بكره، ودايما يشكي من اصحابه ويضربوه، ساعات يجي ابدا فيه ويعيط برضه، انا مش عارفه بقى اعمل معاه. عنده كام سنه؟ عنده 7 سنين ورايح سنه اولى بكره. 7 سنين؟ ايوه. ابوه موجود؟ ابوه موجود بس بيسافر. تعرفي انت تروحي المدرسه وحكومه؟ حكومه، انا اللي بوديه وانا اللي اجيبه. انت اللي بتجيبيه المدرسه؟ ايوه. العيال كلها بتضربه ولا في حد معين؟ هو عصبي، بيجي يلعب مع اصحابه يتشاكل معاهم يضربوه يعيط، يجي يشكي لي انا اقول له طب ما ضربتوش زي ما ضرب اسمه وراح عايط. طبعا. طيب ماشي. حاضر 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 يا مدام. طبعا مشكلتها انه الولد بنفسه عصبي. طيب عصبي ده غالبا من اب وام. ماشي، الولد عصبي وعصبي ممكن يتخانق او يشتم او يعمل حاجه ما يقدرش يدافع عن نفسه هيتضرب. يعني عصبي يتخانق ويتضرب ويرجع بالشكل ده، يبقى برضه هنرجع نشتغل يا جماعه على مهارات الاتصال. والله حاجه مهمه جدا ان نعلم ولادنا يتعاملوا ازاي، ياخدوا حقهم ازاي، يعرفوا يكسبوا الاخرين ازاي. على فكره المتنمر ده مع الضحيه ممكن جدا انه يكسبه او يدخله على الاقل ضمن شله المشاهدين وما يبقاش متنمر عليه. ده اقل حاجه، لو عرف يتواصل معاه، لو عرف يتكلم معاه. انما هي مشكله الولد الضحيه انه اتربى ان انت رايح بس علشان المذاكره، انت رايح بس عشان الحصص. وانا عجبني كلام حضرتك ان حضرتك قلت ان المتنمر ده غالبا عنده قله تربيه. طبعا ده اساسي. هل هنا الجزء او يعني خلينا نستخدم الجزء الخاص بالرحمه الموجوده في ديننا؟ ما هو المتنمر ده ما عندوش رحمه بالاخر، يعني حتى لو اطفال ما هو بيعلمونا ما تجيش على حد لو حد ضعيف او مريض. هل الكلام ده ملوش؟ ما انا قلت لحضرتك يعني ما يعني حصص الدين في المدارس مثلا ما تبذلش مجهود في تربيته. طبعا مفيش حصص مدارس وحصص دين، وفي حصص دين في مدارس مفيش حاجه، ده اخرهم بيقعدوا يحفظوهم كام ايه ويمشوا، مفيش حصص دين ولا بتاع. وعايزين نخليها حصه دين، حصه اخلاق، سموها زي ما تسموها.
بس على الاقل يبقى بنعرف الولاد شويه حاجات، شويه قواعد يتعاملوا مع بعض بيها. هي مش بس كده، ده المفروض كل تدريبات التنميه البشريه اللي احنا بندرب الناس عليها بعد سن ال 30، الاطفال هم اللي بيتدربوا عليها في كل الدنيا. الطفل هو اللي بيتدرب على مشاكل او 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 التنميه البشريه، ازاي تتواصل مع الناس، طب لما حد يختلف معاك، طب لما بدا اول موقف من مواقف التنمر معاك، او بلاش نقول التنمر، لما بدا ايذائك بشكل معين، طب ليه ما رحتش كلمته، طب لما كلمته. يعني فكره انك تدرب الطفل على الاتصال، انه يتكلم مع الناس، انه يعرف يدافع عن حقه، انه ما يخليش غضبه داخلي، لانه العيال يا عيني الضحايا لما بيبقى غضبهم داخلي طول الوقت ويروح للاب يقول له زي ما ضربك اضربه، ثاني يوم تلاقيه بدا يتبول لا ارادي، وبدا يجي له مشاكل انطواء، وتبص تلاقي عيل عنده 7 سنين وجاي له اكتئاب اطفال، ودي غريبه جدا برضه بسبب التنمر. ليه؟ لانه في اهمال من الاب والام، وفي اهمال من المدرسين. ليه الاهمال من المدرسين؟ لانه مش فاضيين او شايفين ان الواد كويس اصلا. هو يعني المدام اللي كلمت من الفيوم مدرسه حكومه، انا متوقعه ان مدرس نشفق عليه، يعني عنده كام طفل خلي بالك. وبرضه يا فندم مش كل الستين طفل متنمرين، ومش كل الستين طفل عندهم مشاكل، والمدرس مش شغلته. حضرتك في كل مدرسه في مصر، في كل مدرسه في مصر في واحد كده طيب قاعد في الظل اسمه الاخصائي النفسي، ما بيعملش حاجه. دي لا ما بيعملش حاجه، دي شغلته، دي شغلته يا فندم. نداء لكم يا جماعة، وزارة التربية والتعليم والبلد بتدفع مرتبات قد كده لأخصائي اجتماعي. ايه المشكلة؟ في اجتماعي وفي نفسي. الاجتماعي ده خلاص قضيته بقت قديمة، بتاع رحلات ويعلق لوح وخلاص، هو اتربى على كده. في كمان اخصائي نفسي، في اخصائي نفسي. ما فيش مدرسة في مصر الا ما فيها اخصائي نفسي، سواء حكومة او خاصة او اي لا حاجة. لا الخاص موضوع تاني، انا بكلمك عن الحكومة. الحكومة اهم، الحكومة وله مرتب وقاعد طول النهار، المدير بيستخدمه في ايه؟ الحصه الفاضيه، النشاط، مش عارف ايه، اعمل ايه؟ لكل مدير مدرسه بعد اذنك ادوات الاخصائي النفسي مش محتاجه اكتر من 800 ل 1200 جنيه، 2000 جنيه، وتبقى في اوضه. هي ايه يا دكتور؟ شويه مقاييس بتقيس العدوان والعنف، شويه حاجات لها علاقه بقياس الذكاء، شويه حاجات لها علاقه بقياس صعوبات التعلم، زي الولد اللي عنده مشكله في صعوبات التعلم، وحته اوضه، اعمل له كشك، اعمل له اي حاجه في الحوش، قعده تحت العارضه بتاع اي حته في الدنيا. والراجل ده بياخد فلوس وبياخد مرتب. ومن حوالي احنا دلوقتي الدوله عينت الاخصائيين النفسيين من حوالي 14 سنه، ما فيش مدرسة إلا على الأقل يكون في أخصائي واحد على الأقل، إذا ما كانش اتنين خلينا نقول واحد. هتقولي لي بقى التكدس، ما هو مش كل الأطفال دول عندهم مشاكل، إنما على الأقل هتلاقي في كل فصل عيل أو اتنين. الأخصائي يشتغل يمارس أي دور حتى لو 50% من دوره، بس يمارس الدور، بس يمارس الدور. فلما نلاقي طفل عنده تنمر وعنده مشكلة، الولد ده كويس، الولد اللي عنده تنمر ده فيه مميزات، ممكن زي ما قلت لك يعني يجي منه نوع من الترويج، يجي يعني منه. وعلى فكرة العيال المتنمرين دول في كل دول العالم لما بيتعامل لهم برامج بيبقوا قادة بعد كده، بيبقوا حاجة كويسة بعد كده. إيه الأخصائي يشتغل؟ ندي فرصة لكل مدير مدرسة أو كل ناظر مدرسة، لو سمحت الأخصائي النفسي ده مش عمالة زايدة عندك، شغله. هيا دكتور، بجانب النصايح حضرتك للاباء والامهات المفيده، انا معجبه جدا بقصه الاخصائي النفسي دي. طبعا موجود، واعتقد ان احنا برنامجنا هندرسها شويه طبعا، واخد مرتب كل شهر نعمل فيها ايه. دكتور الاستاذ الدكتور عبد المحسن ديغم، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، كالمعتاد شرفتنا وامتعتنا وامتعت مشاهدينا. ميرسي جدا في المسيره، ان شاء الله اشوفكم على الف خير الاسبوع اللي جاي. تصبحوا على الف خير وهنا.